وابو دومه يتقابلوا يسلموا البضاعه الساعه 5. عند كازينو عيش البلبل. سلام. ايوه يا جراده، قول لابو دومه ان البوليس جاي لكم بكره الساعه 5. اهربوا انتوا الساعه 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جراده وابو دومه اهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازينو. روحوا لهم انتوا الساعه 3، استنوهم قبل ما يمشي. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه، والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم، هو ده بقى المنجهه، هي دي بقى القيافه. ايه اخيرا، ايه اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه انت الزعبلاوي؟ لا لا، متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجه. لا لا، انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه يعني انا اركرت نفسي؟ اه انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك، والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هدية مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زيادة وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا قدهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده يا قاضي، اتعدل يا. ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه، هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده دهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة، ده انت حبيبي، والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا س... ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا لا لا، خلاص خلاص والله لا، انا قلعه يا عم. خلاص بقى. لا لا خلاص، يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس. خلاص لا هو قدام الناس، والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص هلعوا. طيب ماشي يا زعبلاوي حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوي مش فاكر يا. كانوا حشيش. ايه ده، زعبلاوي تاجر حشيش؟ والبضاعة في الشنطة. تكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من أصل 8 ترب. والتمانية فين الباقيين؟ شربناهم أنا والرجالة وإحنا جايين. إيه الشغل ده؟
يعني انت شربت البضاعة، انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا هبل. ما دي ايه دي؟ بس انا بتاع شامبو ما اعرفش في الحاجات دي. طب انت كده ايه ده مين؟ تليفون. الو، ايوه يا جراده، البوليس جالكوا عند عش البلبل؟ ورحت ليه؟ انت رحت ليه؟ انت فين دلوقتي؟ هربت على المعادي؟ طب استخبى. ايوه يا بوليس، جراده في المعادي. يلا سلام. انت بتسلم اصحابك كلهم ولا ايه؟ يلا منهم لله. عايز مني حاجه تاني؟ انا عايزك تسامحني. انا مسامحك خلاص، انا مسامحك. مسامحني؟ طب انا عايز اقعد عندك في الفيلا بقى اسبوع، اسبوعين، سنه. عشان البوليس بره؟ البوليس مغرق الشوارع. طب اطلع التاوى فوق في اي حته، شوف اي اوضه من اللي فوق التاوى فيها. ماشي. خد شنطتك معاك يلا. بس انا مسامحك يعني. انت مسامحني بجد يا زعبلاوي؟ خلاص سامحتك. لا انا حاسس ان انت مش مسامحني. يا جدع سامحتك خلاص. لا يا جدع سامحتك، قلت لك. قول لي سامحتك. سامحتك 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 كتير. سامحتك كتير. سامحتك لاني. سامحتك لاني بحب بضمير. بحب بضمير. بحبك بحبك. ايه؟ ايه ومخدرات ورجالة وايه؟ سامحتك سامحتك. قولها انت. سامحتك 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 كتير. سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش ضعفي مني ولا غصب عني. سامحتك لاني بحبك بحبك بحب بضمير وانا لسه يا كنت بحلم واحب النجوم. وكلكم وزعلك انتكم انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. والله بحبك. والله مجنون. يعني انا سامحك. سامحتك سامحتك. ما سامحتك دي اللي كان هنا. دلوقتي هنا بقى. انا اروح اقعد عندك في الفيلا. اقعد وما تخرجش الا لما اناديلك. انت اسمك ايه؟ انا مش مهم بقى اسمي. لا ده مهم. اسمك ايه؟ خفاش. خلاص اطلع الشعلق في سقف الاوضه يلا على مناديل. بحبك بحبك. بحبك كتير ومش ضعف مني. بحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة يا كانون يا كانون، قولوا للي أكل الحرم يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا. يا بني أنا حاسس إن أنا في مرض أيضا. الحمد لله الحمد لله. ده أنا قلبي كان هيقع في رجليا. أنا قلت بوليس ولا حاجة، بس شفت يا معلم الفلوس وقلبته في أوعى إيدك. فلوس دي حقي. حقك؟ وهي دي كانت هتجيلك لولاش احنا جبناك معانا. يا سلام، ولولاش انا دخلت جوه ولبست الجلابيه بتاعت الزعبلاوي وما كانش افتكرني الزعبلاوي واداني الفلوس. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي بتاعت اللي هقرب لها هو حر. لا يبقى تساعد على روحك. ايه هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنوريك. ورينا. ده كده البوليس رسمي بقى. ربنا يستر علينا. يلا اجري 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 ولا ما نجريش؟ ما نجريش. احنا نقف عادي. كاننا شغالين هنا. او كاننا حراميه عادي يعني، صح؟ بس ما نقولش على المخدرات. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ربنا يستر.
مساء الخير. دكتور حامد جوهر، يا اهلا وسهلا. فين حضرتك من زمان؟ انا مش حامد جوهر. وايه طبيب؟ انا حشمت اللي من طرف طنط سوسكا. طنط سوسكا مين يعني؟ طنط سوسكا قريبة احمد فوزي اللي بنت خالة عم احمد حفني اللي من طرف عصام الحضري. ايوه حضرتك، يعني تحت امرك. خير. انا كنت اتكلمت مكالمة هاتفية بخصوص الاثار دي، وكان حد رد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ده نفس الصوت اللي رد عليا. انت المعلم الزعبلاوي. انا الزعبلاوي؟ انت المعلم الزعبلاوي. اه انا اتثبت على ان انا الزعبلاوي النهارده. حلو جدا. وحضرتك خير يعني؟ ايه؟ ايه يا عم؟ مدينا ظهرك ليه يا عم؟ ايه يا عم ما تعبرنا وترد علينا؟ ايه الحلاوه والقمر والعسل ده؟ ايه ده؟ يا عم انت مش واقف وسط رجاله ولا ايه؟ انا اسف عمي، انا جيت لك النهارده وطالب ايدي التمثال ده. طالب ايدي التمثال؟ ايوه. وتمثال ايه ده؟ تمثال ايه؟ ما انا ما اعرفش. تمثال ايه ده؟ التمثال الاثري ده. يعني ده تمثال اصلي؟ اه واثري. اصلي واثري. اصلي واثري. ما هو يعني عايز تدفع فيه كام يعني؟ التمثال ده انا عارف ان الدفع فيه 150 الف جنيه. ايه؟ 150 الف جنيه؟ ده ب 150 الف جنيه ليه يعني؟ ليه؟ ما العثره بقرص في خان الخليلي. ما كنتش اعرف. كنت تعرف. استنى استنى. يعني انت هتدفع 150 الف؟ اه. لا عدم المؤاخذة، انا لسه في زبون كان هنا دلوقتي ودفع لي 250 الف جنيه. عد دول كده. 250 الف جنيه، ما انت لسه قايل. يعني انت ما يبقى عديت يعني كده؟ انا سريع في الحاجات دي. طيب دول 250 الف جنيه، تدفع 300 الف جنيه التمثال بتاعك، تدفع اقل مليمي التمثال رايح للزبون اللي دفع الفلوس. انا مستعد ادفع في التمثال ده حياتي. دول 300 الف جنيه، عدهم دلوقتي. 300 الف جنيه؟ اه. ماشي سيبه سيبه. اهو ايه؟ عد كويس. عد بقول لك. انت بتخم. اللعب على الشنطة. أنا خمك؟ يبقى خالك. ها؟ عدك. آه. ها كام كده؟ كده 350 ألف. إيه ده؟ الواد ده ماله؟ في إيه؟ مالك أنت ومالك؟ حاسه ني كده. 300 ألف جنيه تمن التمثال، والتمثال حلال عليك. تمام. عندك أي مشاكل؟ عندي مشكلة واحدة دلوقتي. خير؟ صعب أوي أخرج بالتمثال. اه عشان البوليس مرشق بره. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ ده انت الزعبلاوي فعلا. امال ايه؟ انا اللي بوزع الناس دي كلها. طب ايه الحل يا معلم؟ الحل تطلع فوق عندك 500 اوضه، اختار اي اوضه اقعد فيها ما تنزلش منها لما ناديلك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي حشمت فوزي. حشمت؟ اقول لك يا حشمت تنزل، ما قلتش يا حشمت ما تنزلش. ماشي يا معلم زعبلاوي. ماشي. والاوضه دي كده فري؟ اه فري. اه فول بورد. فول بورد. ربنا يخليك يا معلم. فطار غدا عشاء. متشكرين جدا ومش عارفين نودي جمايلك فين. والبسين هتلاقيه في البانيو. ربنا يخليك يا معلم زعبلاوي. بس بس الفلوس بتاعتنا. اوعى عاد انت وهو. ده احنا بقى اهم حاجه دلوقتي الشارع اللي بره ده ننوره، واليافطه بتاعت فيلا الزعبلاوي دي ننورها. ده احنا نلم فلوس، ده احنا نسدد ديون مصر كمان. ما بارك الله فيما رزق، وحلو على كده ناخد دول ونمسي. لا نمسي فين؟ نمسي فين؟ اساسا الفلوس دي بتاعتي، لا يمد ايده عليها هيتعور. انا بقول اهو برضه الفلوس بتاعتك. اه اتشاهد على روحك. ايه ده؟ ايه ده؟ ضرب نار، ضرب نار. يبقى اكيد البوليس وصل. يبقى نهرب. استخبوا. اجري اجري بسرعه. اجري من هنا. اجري من هنا. اجري من هنا. اجري من هنا. ايه يا هلا؟ قول لي عايز تنسم فين وانا هظبط لك. عايز فين؟ مين فيكم الزعبلاوي؟ اللي في وشك ابو طاقيه ده اهو. لا زعبلاوي انت. انت الزعبلاوي. رد يا دنجل. ايه ايه انت قلت اسمي دنجل؟ دنجل هو زعبلاوي. مين فيكم زعبلاوي القرد؟ هو زعبلاوي انا القرد. مين فيكم زعبلاوي الزفت؟ هو زعبلاوي ده الزفت. انا عايز الزعبلاوي. مين فيكم اسمه الزعبلاوي؟ يا عم اختار لك اي زعبلاوي او اقتلنا احنا الثلاثه واحنا نتصرف بعدين. يا جدعان انا ولا لسه هختار؟ انا مش شايف حاجه قدامي.
طب انت عايز ايه؟ عايز ايه يا حضرتك؟ ولا واحد فيكم ينفع يكون الزعبلاوي، انتوا الاثنين هفا وتتضربوا بسهوله. ايوه صح حضرتك، اتكل انت على الله، فعلا الزعبلاوي مش هنا اساسا. انت ممكن تكون الزعبلاوي. لا يا عم ما الزعبلاوي والله، يعني ده هو اللبس بتاعه بس. انا مراتي تخونها معايا. يعني انا خنتك؟ انا خنت مراتك معاك؟ انا قصدي على شفت كتير ولا ايه؟ بص يعني انا خنت مراتك؟ صح خنت مراتك انا. انت خنت مراتي؟ انت خنتني مع مراتي؟ معاك. انت اللي خنتني مع مراتي؟ مع مين؟ انت ولا مش انت؟ مش انت يا عم. لا انت يا عم. انا يا عم ايه؟ انا ما اعرفكش يا عم، ولا انا الزعبلاوي ولا اعرفك يا عم. انت شوف مراتك ايه اللي حصل. انا مال انا؟ مراتي قالت لي اللي هي مصاحبه الزعبلاوي. طيب دور على الزعبلاوي. انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. انا ايه اللي حصل بس؟ اهدى كده اهدى، احكي لي ايه اللي حصل. مراتي يا حبيبتي قالت لي ان انت خدتني معاها. هي اللي قالت لك كده؟ هي قالت لي كده. طب وانت قتلتها؟ لا ما قتلتهاش. ما قتلتهاش ليه؟ بحبها بحبها. طب ما تحبني انا كمان يا عم. لا يا عم انا بكرهك مش بحبك. طب ايه اللي حصل؟ برضه يعني هو لسه في حد بيحب مراته؟ يا جدعان يا جت عليا، ما كل الرجاله بتحب مراتي، في ايه؟ هي بصراحة تتحب، دي عليها جزء. لا انت هتقول على الجزء. ولا عليها شوية؟ لا الشوية ما يتقالوش. ده انت ما شفتش الحسنة بقى. بس ايه؟ يا جدعان يا مراتي، والله يا جدعان انا امبارح قاعد في امان الله على القهوة، فجأة لقيت لك واحد جاي بيقول لي الحق يا عم مراتك بتخونك مع سيد الميكانيكي، وهو ولا ميكانيكي ولا بيفهم في الميكانيكا أصلا. وبس وسبت له بقى ايه العربية بتاعتي يومين يومين مع المدام، وبرضه رجعها لي بايظة. العربية؟ اه يا عم العربية. انت يعني انت مشكلتك مع الميكانيكي؟ احنا مالنا حضرتك؟ يعني جايين احنا ليه؟ يا عم روح يا عم كسره وخد العربية، واحنا مالنا احنا يا عم؟ يا عم انت كنت انت الزعبلاوي صح؟ انا الزعبلاوي ماشي. طب يا عم خد يا عم الشراب بتاعي نسيته امبارح. ده نسيته فين ده؟ نسيته تحت السرير يا عم امبارح. وانت يا عم خد يا عم خد الجوانت يا عم، انت نسيته في الدولاب امبارح يا عم انت. هو انا كنت جاي اقف جون؟ جوانتي ايه؟ ماشي ماشي. انا جوانتي. وانت يا ده انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ ما بروحش في اي حته. اضحك كده. خد يا عم السنه المكسوره بتاعتك اهي، ركبها يا عم. يا جدعان بعد كده يا جدعان لما تيجوا تلموا حاجاتكم ما تقرفوناش معاكم. يعني هو ده اللي مضايقك ان احنا يعني مكركبين البيت عندكم يعني؟ ممكن بعد اذنك اقتلك؟ لا معلش مش فاضي النهارده والله. تعالى بكره الساعه 2 الظهر، ده ميعاد قتل حلو قوي. يلا لا يا عم انا لازم اقتلك دلوقتي. لا حول ولا قوه. انت عايز تقتل الزعبلاوي؟ طب بص انت اصلك مش فاهم، يعني مش فاهم اللي حصل. انا ممكن اشرح لك بالراحه. بس بالراحه. مش انت الزعبلاوي ولا يا جدعان؟ انتوا سكرانين وشكلكم كده، انا لازم اقتلكم انتوا الثلاثه بقى. يا عم احنا ما بنسكرش، انت اللي بتسكر، احنا اللي بنخونك. اديك اعترفتها يا ابني، انت بتثبتها علينا. بص بص انت اساسا الدخله كانت غلط، يعني اول ما دخلت علينا دخلت غلط. في حاجه غلط؟ ايوه. اخرج وخبط تاني وبعدين نقول لك ادخل، فتقوم داخل هنعمل الدخله صح. يلا يلا يا عم الايد. يلا يلا عيد من الاول. يلا يلا لحظه لحظه. يبقى شكلك هتتشاهد على روحك. كاننا عملناها. ها ها ده في ضرب يا جدعان ولا اعمل ايه؟ اجروا اجروا اجروا. استنى هنجري من هنا. تعالى كده تعالى كده. اوعى اوعى. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. مين ياد فيكم الزعبلاوي؟ تعالى حضرتك تعالى. انت عايز الزعبلاوي؟ لا الفيلا غلط. يعني انا كده عنوان غلط؟ طب مش تقول يا جدعان انا اسف جدا. لا معلش انا اسف والله. الفيلا اللي جنبنا انت عايز زعبلاوي؟ اللي كان بيخونك مع مراتك. انت عرفتي منين يا عم انت؟ ما هو قال لنا قال لنا يا ابني
الفيلا ده مسيح لك اقتله. الفيلا اللي جنبنا اي حد يفتح لك هو الزعبلاوي، راجل ست هو الزعبلاوي، خش اقتله على طول، ما تدوش حاجه وما تقعدش ترغي ولوكلك وشربات ومناديل. ها يلا بس امان عليكم يا جدعان، لو حد فيكم جم بيت عندنا، لو حد فيكم جه بيت عندنا ما يسيبش حاجه، والنبي انا نفضت حاجات كتير خلاص. يلا عايزين حاجه مني؟ لا مش شاكرين. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. هو السكران كده محتاج بس حد يرشده وخلاص. يا جماعه الليله دي كلها قلق، احنا نلم الحاجه ونتكل على الله. ماشي يلا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هتلاقيه بقى. واضح ان قتل الزعبلاوي اللي هو مش الزعبلاوي اللي في البيت اللي جنبينا. يلا يا جماعه. دي سرنت البوليس. سرنت البوليس بس بيستهبلوا. يلا. طب يا ترى بقى مين اللي جاي المرة دي؟ يا رب بقى يكون البوليس بجد ويقبض علينا ونخلص كلنا من اللي هيطلع علينا. صباح الخير. صباح الخير. اشحن لي بخمسة جنيه. ايه؟ هو ليلى، ما انا عارف هي ليلى. ايوه حضرتك. خير. أنا زازا. زازا إزاي يعني؟ إيه ده؟ في حد معقول في مصر وكلها والعالم العربي ما يعرفش زازا؟ أنا زازا. عوفتني؟ عوفتك ايه؟ انا اول مرة اعرف اللي معايا اساسا. بس انا بحب اقوم تابعه على اليوتيوب. بتابعه؟ ماشي. ايوه يعني حضرتك عايز ايه؟ انا محفوظ الشهير بزازا، مدير شركة الرعاية الآمنة والتوظيف. الآمنة جدا، الآمنة خالص. اسم الشركة مقلق. هو الصراحة القلق مش من اسم الشركة، هو شكله يقلق. مين فيكم بقى الزعبلاوي بيه؟ الزعبلاوي؟ اوه عايز ايه ده؟ انت عايز ايه؟ بس خلاص محدش يقول، انا هعرفه على طول. يلا انت قول. ايه؟ قول. لا انا اسف والله. ليه يعني؟ اصلا انا للاسف راجل. يعني جيت في واحد راجل للاسف. سؤال، انت راجل؟ شفت ده انت قلت اهو. ده انا هتجرس في المنطقه. قول بجد. صحه وعافيه. لا مش انت، مش انت، انت ممكن تقول الله يسهلك. هتقول ولا هقوصك في كوارعك؟ يا عم برضو مش انت. طب يمكن انت؟ وبعيد، خليك بعيد. مش ممكن، هو ده الزعبلاوي بيه. انا فاكر صوته نفس الصوت اللي قال لي في التليفون. انا الصوت اللي اسمعه مره واحده ما انساهوش ابدا، ودي بقى ميزه في زازا. اشحن لي بخمسه جنيه. بعيدا عن الاداء المبالغ بتاعك يعني، انت عايز مين؟ انا عايز الزعبلاوي بيه. حضرتك طلبت مني عدد 2 بنات فابويكا. انا طلبت بنات؟ طلبت. ايوه طلبت بنات. وقلت له زود ال يزود ايه؟ يعني طلبت 2 بنات، هيزود ايه؟ هيزود السلطات يعني ولا هيزود ايه؟ سلطات بقى واتنين تاتوله واتنين. لا
تظبط الكلام. اه يعني يوم ما تغلب تدخل الروايات في بعض. ماشي. انت هنفكر. مش انا يلا. مش انت ازاي؟ لا انت الزعبولاوي بيه. ماشي انا الزعبولاوي. عايز حاجه حضرتك؟ اودي فين البنات اللي معايا؟ خليهم عندك 3-4 ايام على ما اكلمك تاني واقول لك تقوم جايبهم لي. لا مش ممكن بجد. ابيتهم فين؟ انا مش عندي مكان. بعدين بص، حضرتك طلبت اوردر تمام ودفعت الحساب وانا جبت المطلوب. ارجوك ما تحملش اكتر من كده فوق طاقتي. زازا هيتوتر. بقول لكم ايه، احنا نقتله عشان نحافظ على الرجاله برضو. ها سمعه الرجاله هتبوظ. لا دم وقتل. لا تفوا عليا وانا موت غرقان. هو الصراحه مش احنا اللي هنعمل كده، كل دول اللي هيعملوا كده حالا. يلا اتكل على الله يا عم الحاج. سعبلاوي سعبلاوي، عندي اقتراح بس. ما نخليه يجيب البنات دولت غلابه، نبيتهم عندنا النهارده ويمسوا بكره. يا عم مش عايزين قلق. اقول لك على حاجه والنبي، معلش، انت شايف الدنيا ناشفه ازاي؟ وهو هيجيب البنات لينا وانت شايف زازا. طيب البنات هيبقوا عاملين ازاي؟ ماشي بس انا اللي هختار الاول. ها لا انا اللي هختار الاول. لا انا اللي هختار الاول. انت كل حاجه تقفش فيها. خلاص هقول له يمشيهم. لا خلاص. لا خلاص اختار خلاص. اختار يا عم اصبر. ماشي روح يا زازا هاتهم. يلا اوكي هروح اجيبهم على طول واطلع من بوا بوا. اوكي حد عايز مني حاجه؟ لا شكرا. باي. اشحن لي ب10 جنيه. باي. خد 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 خد. تعال 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 تعال. هو الباب منين؟ الباب منين؟ طب اقول الجمله دي تاني؟ لا لا هي كنت حلو كنت كويس. يا نهار اسود. بنات ايه يا جماعه؟ ده احنا عايزين ناخد الحاجه ونجري. تقولوا لي بنات وهباب. والنبي مرزوق ابوس ايدك عشان خاطري. انا اللي لما البنات تيجي انا اللي هختار الاول. سيبك من الاختيار، احنا دلوقتي المشكله لو جم البنات دول وعجبونا وقعدنا معاهم شويه البوليس هيطب هيبوظ الدنيا. مش مهم بس يطب علينا برضو، واحنا مش بنسرق واحنا معانا بنات. يعني صباح الخير. مين اللي كان عايز يختار الاول؟ اتفضل. اتفضل اختار الاول. اتفضل. ازاي ده انت المعلم زعبلاوي؟ يا عم لا معلم ولا بتاع عقل. خلاص يلا حد يختار. حد خدوهم هم الاثنين. خدوهم هم الاثنين. هم اثنين واحنا ثلاثه. انتوا الاثنين خدوا الاثنين. يلا طب روحوا انتوا انا قاعد هنا. ايوه حضرتك. انتوا مين؟ احنا البنات اللي بعتنا زازا. انا رضا وهي مرتضى. طب روحوا وابعتوا زازا. يلا يلا يا جماعه. ايه دول؟ ايه دول؟ انتوا مين؟ احنا فاهمين غلط. فاهمين غلط في ايه؟ احنا الشغالات اللي انت طلبتهم. شغالات. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ان شاء الله عمره. ده احنا ظلمنا زازا. كنا افتكرناه طلع مش. الحمد لله الحمد لله. طيب انتوا شغالات يعني؟ ايوه. المطبخ عندكم. روحوا احنا مش عايزين اي حاجه. مش عايزين اي حاجه؟ هو انت الزعبلاوي؟ وما مين الحلوة اللي واقف هناك ده؟ ده اسمه كالون. ده حلوة؟ ده شكله قرف الكلب. فعلا ده قرفان منه بقاله فترة. فعلا كلب على طول قرفان منه. فرحان انك كلب. فرحان انت. انا قصدي على الاسمران يا ابو ضحكة جنان ده. بس بتكسف. ده عاجبك حضرتك؟ ده قمر. قمر بالستر. ماشي. عموما المطبخ عندكم. انتوا مش محتاجين اي حاجه؟ قهوه، شاي، حلبه كركديه، حليب بسطرمه. حليب بسطرمه؟ ده ايه القرف ده؟ ماشي روحوا. بس احنا مش عايزين حاجه. لما نعوز حاجه هنناديلكم. ماشي. يلا يا بت رضا. يلا يا مرتضى. سلام يا بكيزة. سلام يا زغلول. انا حاسس ان انا هرجع القرف ده. انا حاسس ان هيحصل مصيبه، عشان كده لازم نلم الحاجه ونجري حالا. يلا بينا. الفلوس دي تبعك. انا شايف ان انت بقى تسيبنا احنا نلم وانت تطلع بقى ايه تغير كده في الروقان. الجلابيه دي للشبهان. يعني اروح البس اي حاجه بس لموا الفلوس دي بتاعتي. يعني بلاش شغل الحراميه. انا عارف ان انتوا حراميه بس بلاش شغل الحراميه. ماشي. لا في عيننا احنا ناس نعرف ربنا. بس ميسي بقى هو يا معلم.
نعمل ايه بقى لو جه اي حد بقى نتعامل احنا معاه؟ ايه ده ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ سهله يعني، هو الزعبلاوي اعمل انت الزعبلاوي. انا اعمل الزعبلاوي؟ اه ده سهل قوي، اعمله بسهوله. لا ده شرف انا ما اقدرش عليه. يا عم انا بقول لك اعمل زعيم سياسي، اعمل الزعبلاوي. يا ابني ده عايز نجم برضه، انا ما انفعش. بص لف كده، هو الزعبلاوي انت اعمله اعمله. ماشي اه يلا وريني الزعبلاوي. هو كان بيعمل ايه؟ بسهوله. ايوه بس خف انا يا ابني نجم برضه. لا 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 انت مع التكرار هتتعود عليه، اعمله ماشي خلاص. يلا انا هعمل الزعبلاوي وانت اعمل واحد جاي بقى ياخد فلوس من الزعبلاوي. اكنك ما تعرفنيش خالص. اكني ما اعرفكش ولا عمري شفت. يلا بينا. ولا حمدي. ايه؟ ايوه ايوه ما تعرفنيش خالص. ايوه يلا. ولا دنجل. يا يا معلم انور ما نعرفش بعض خالص. كمل الزعبلاوي. كمل. فين ولا الفلوس اللي عليك يو؟ اما الفلوس جبتها لك ايه بس هي موجوده. تفتكر انا قتلت ابوك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت امك ليه يو؟ عشان جابت لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت بنت عم خالتك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلع برضه ناقصه باكو. تفتكر صابر عليك ليه يو؟ عشان الفلوس دي كلها ورق ابيض اصلا مش هتفرق من باكو. لا لا مش هينفع يا عم، مش هينفع. يا عم انت بتعمله حلو. يا عم هو نجم يا عم، انا ما بعملوش حلو. طب اعمل انا الزعبلاوي واعمل انت الضيف. اعمل الزعبلاوي. انا بقول لك اعمل الزعبلاوي مش واحد في مستشفى الصدر. بس بص احنا قبل ما نموت نسرق شويه نفرح بيه. طب يلا يلا بص يلا نلم الخفيف والمهم عشان خاطر احنا كده هيتقبض علينا. قصدك يعني اسرق ما خف وزنه وما ثقل دمه. يلا بينا. طب تمام. اسرق منين؟ انت خش من هنا وانا هخش من هنا. ماشي يعني انا اخش من هنا وانت من هنا. اتكل على الله. يلا بينا يلا نسرق. يا لهوي يا لهوي، ده السرقه دي في الفيلا دي كبيره قوي. تياتروما. ده ايه الجمال والحلاوه دي يا ابني؟ ده يا لهوي على الملك والملكوت. يا عم انا مش لاقي اي حاجه تتسرق. انا مفيش. انت دخلتني الجراس ولا ايه؟ ازاي يا ابني في ايه؟ ما انت سارق اهو. انا مش الناس دي بتعبد اصنام. طب بص دخلنا انا حته جديده اسرقها. لا بص بقى يا معلم، انا هدخلك مكان جديد ما فيهوش حاجه. خش انت من هنا وانا اخش من هنا. برضو حلو ده. يلا بينا يلا بينا نسرق بسرعه بسرعه. يا ايه ده؟ انا مفيش اي حاجه هنا تتسرق. انت بتدخلني اماكن ايه يا عم؟ انت سرقت كل اللي كان هنا ومدخلني ده ايه الملك ده؟ يلا يا لهوي. انت بتجيب الحاجات دي منين؟ مش عارف بيحنطوا دول ولا بيعملوا ايه. طب بص بقى انا زهقت. انا خدت انا اسرق من هنا وانت غور في 60 داهيه. ماشي خلاص. يلا يا عم ده انت الظاهر. ربنا يسترها، انا هخش من هنا ده المضمون. يا ايه الجمال ده يا عم؟ ده ايه ده يا عم؟ تعالى ده في حاجات غريبه قوي. تعالى انت يا لهوي. ده في ثلاجه جوه فيها تفاح. الناس الاغنياء دي مش التفاح ده بيتحط في الشارع ده؟ ازاي يحطوه في الثلاجه؟ ده ناس مجانين ولا ايه؟ ما تتفرجش على افلام اجنبي يا عم. بتفرج والله بس غريبه. التفاح لونه اخضر، في تفاح. جود افترنون. انت فتحت التلفزيون؟ جود افترنون. سمير الاسكندراني. Good afternoon. حضرتك ايطالي؟ ايه ده ايطالي؟ طب انت المثقف بقى اللي فينا، ترجم لي يا عم الحلم. اوكي اوكي اوكي. Good afternoon. Good afternoon. بس وخلصنا. Good afternoon. Good afternoon. اهدى اهدى، ما بفهمش ايطالي. اساله بالايطالي اسمه ايه. اوكي اوكي. حبيبي انت اسمك واخد ايه؟ انا اسمي مش واخد حاجه، انا اسمي كارلوس. قال لك ايه؟ اسمه كارلوس. طب اساله بالايطالي هو جاي عايز ايه. اوكي اوكي مستر كارلوس. وي انت جاي حبيبي عاوز ايه؟ بليز انا عاوز مستر زلعباوي. اوبا اوبا. ايه خد انت فهمت. ايه ده صح. المفروض ان انا اللي بترك بقى. ابتديت افهم ايطالي خفيف يعني. قال هو قال لك ايه؟ اصل انا ما فهمتش. انا كنت بقول اوبا كده بصطادنا موسى. قول لي انت حبيبي قلت ايه؟ ايه قلت ايه انت؟ انا ما قلتش، انا قلت عاوز مستر زعبلاوي. قال لك ايه؟ عايز مستر زعبلاوي. اوبا مظبوطه دي. دي حلو. احنا وصلنا العالميه بقى يسالوا علينا اجانب.
اسألوا بقى، اسألوا برضو زيادة احتياط. شاف الزعبلاوي ده قبل كده؟ اوكي اوكي مستر كارلوس. وايه؟ انت شفت واخد زعبلاوي قبل كده حبيبي؟ لا انا عمري ما شفت زعبلاوي. قال لك ايه؟ عمره ما شاف زعبلاوي. حلو قوي، ثمنه بقى جاي، قول له ثمنه جاي وخلاص وكله تمام. اوكي اوكي مستر كارلوس. وايه؟ واخد زعبلاوي زمانته جاي في السكة دلوقتي، تلاقيه متأخر مواصلات زخمة. زعلباوي جاي؟ اوكي جاي. انا استنى زعلباوي. حبيبي انت منور. يا سلام. يلا يا جماعة يلا، انا غيرت اللم، ما لميتوش الحاجة ليه؟ ما حطيتوهاش في الشنط ليه؟ مين ده؟ This is Mr. زعبلاوي. اوه مستر زعلباوي، نايس تو ميت يو. من هو جوزيه؟ اهلا وسهلا حضرتك، من ساعة ما سبت الاهل الدنيا باظت والله يا حضرتك. مستر زعلباوي مفيش وقت نضيعه معاك، انا عاوز كل المعلومات. معلومات ايه؟ المعلومات المهمة. معلومات ايه؟ ما انا مش فاهم حضرتك. خالتي بتسلم عليك. وانا عمتي بتعلم عليك. هي شغلانة يعني؟ ايه عمتي بتعلم عليك دي؟ وايه خالتك دي؟ خالتي ديفيد المساد. المساد؟ يا نهار اسوح. يعني مخدرات واثار وبنات مش عارف اسمه ايه، ها؟ وكل الحاجات دي، وكمان جاسوس. يا جماعه نجري، يا جماعه يا جماعه نجري. زعلباوي. نعم. هتفضهنا. انا اللي هفضهك؟ إيه انت شكلك اساسا يفضه يعني. زعلباوي فين اللبوس؟ في الاجزخانه. يلا. ده سيم ده؟ سيم. اقول له ايه؟ اقول له اللبوس ايه حضرتك؟ فين اللبوس يا زعلباوي؟ اللبوس اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو الفلاشه اللي عليها المعلومات. فلاشه؟ ايوه. الفلاشه يعني انت عايز ايه؟ الفلاشه؟ عايز الفلاشه اللي بعتتها خالتي. الفلاشه في الجلاشه. فين الفلاشه يا زعلباوي؟ الفلاشه فين يا جدعان؟ بص بص هقول لك على حاجه، اي حد بيجي بيدي فلوس ده اكيد هيدينا فلوس، اساله عليها. طيب خالتك ما بعتتش معاك حاجه يا خواجه؟ هلت محشي. ده بيصيع اكيد. حله المحشي دي سيم يعني، جري جري حله محشي. طب ما دوقنا حاجه من حله المحشي دي. بس كده من عينيا، خد سبع الكوسه ده. ده بالدولار؟ يالا يخرب بيتك. ايوه فعلا كل اللي بيجوا بيدفعوا. طب 100 100 100 100. طيب ما دوقنا بقيه الاكل بقى يا خواجه. مفيش بقيه اكل، فين الفلاشه؟ الفلاشه، الفلاشه فين؟ فين الفلاشه؟ طب ادينا الحله كلها وبعد كده نديك الفلاشه. الفلاشه يا جدعان، ما لازم طلع الفلاشه على طول. ماشي ماشي ماشي. اهي الفلاشه، اهي اهي حبيبي دي الفلاشه. انت عبيط يلا، دي فلاشه؟ ده تمثال بس انا هاطط جواه الفلاشه وسلم لي على البتنجان. اوه انتوا مصريين اذكياء جدا. الفلاشه هنا؟ ايه اوكي مستر زعلباوي. يلا فين بقى بقيه الحاجات؟ طبعا اتفضل مستر زعلباوي، بقيه فلوس. ايه ده يا عم، دي بقيه الفلوس؟ ده تجاره المخدرات والسلاح اسهل من اللي انتوا بتعملوه ده يا عم. امال بس جاسوس وهتشبهنا على الفاضي عشان دول؟ لا لا زعلباوي، دي دفعه اولى، لما خالتي تيجي تديك بقيه فلوس. ماشي اما خالته تيجي. زعلباوي. طيب. نعم. معلش انا ما ممكن اقعد هنا شويه؟ عشان البوليس بره مرشق. أوكي. ماشي هتطلع فوق هتلاقي اوض كتير جدا، اختار اوضه ما فيهاش حد لان في ناس عجيبه في اوض تانية. ماشي اوكي. ثانك يو فور ترانسليت. تمت الترجمه بمعامل انيس عبيد. ياه ايه ده، ده وسعت قوي، ده احنا كده اعدام جماعي. كده اعدام اعدام. يلا نجري من هنا. يلا نلم شويه حاجات في السريع الخفيف. كل اثبت مكانه، محدش يتحرك، محدش يقاوم والنبي. محدش يقاوم والنبي. هو انتوا مش مرتضى وراضي باين ولا ايه؟ خير، انتوا قلبتوا ليه كده؟ انا لميا وهي ميسه. لميا وميسه. ايوه. طب انتوا عايزين ايه يعني؟ المسدسات اللي في ايديكم دي بحق وحقيقي يعني؟ وجايين عايزين تقتلوني؟ ايوه. كزعبلاوي؟ بس انا مش زعبلاوي مش كده ولا ايه؟ انت مش عارفنا صح؟ انا مش عارفكم انتوا مين. احنا بنات شفيع. بنات شفيع؟ أيوة. شفيع مين؟ شفيع يا راجل. واحنا عرفنا اللي فاتوا، لما هنعرف شفيع قول لهم. طب ماشي، حطوا الفلوس اللي انتوا عايزينها واتكلوا على الله. يلا نحط فلوس ايه؟ احنا جايين ناخد الفلوس اللي انت خدتها من بابا، شريكك اللي انت قتلته وخدت كل فلوسه. انا شريك ابوكوا؟ ايوه. في ايه بقى ان شاء الله؟ تجاره الاعضاء.
هي دي اللي كانت فاضله، هي دي تجاره اعضاء ومخدرات وجاسوسيه وده. ايه الراجل العجيب ده؟ ايه الراجل ده؟ طب بصوا خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها، ادي الفلوس موجوده اهي، لو عايزين حشيش في حشيش، لو عايزين مخدرات في مخدرات، عايزين تماثيل، عايزين اثار، اللي انتوا عايزينه خدوه واتكلوا على الله واحنا نلم ونجري. يلا. ايه ده بالسهوله دي؟ اه بالسهوله دي عادي جدا. يلا يلا لموا اللي انتوا عايزينه. يا رب يا ساتر. هو مش اللي يوزع يوزع من فلوسه ولا الفلوس دي مالهاش صح؟ ايه ده الاستاذ فريد شوقي؟ يا حضرتك مين؟ انا المعلم زعبلاوي. ايه ما بيت انت وهي المسدسات اللي في ايديكوا دي؟ بسهوله كده؟ امال عاملين لي رعب وداخلين بالمسدسات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بس؟ هو ازاي في اتنين زعبلاوي؟ لا اتنين زعبلاوي ايه؟ انا الزعبلاوي ده وانت. حلو قوي الكلام ده. واضح ان الاساتذه كانوا بيحاولوا يقلبوا الفيلا وانتوا كبست عليهم. بس ما اعرفش انت ازاي تعمل الزعبلاوي. ازاي انت تعمل الزعبلاوي؟ بس ملحوقة. بس ملحوقة. انت كتبت شهادة وفاتك بايدك. انا كتبت شهادة وفاتي بايدي؟ ايوه. لانك انت الزعبلاوي. تعالى هنا. لانك انت مش الزعبلاوي. وانا كده ما بقتش الزعبلاوي. انا الزعبلاوي. انا كتبت شهادته. ايوه. انت لزعبت ايه؟ يا جماعه مين فينا الزعبلاوي؟ انا ولا هو؟ مش عارفين. مش عارفين ازاي؟ مين اللي قال لكم خد الفلوس؟ انت. يبقى مين الزعبلاوي؟ انت. بس انت اشتريت اسمي بفلوسي وكمان عايز تاخد اسمي. انا الزعبلاوي. انا الزعبلاوي والفيلا دي باسم الزعبلاوي، يعني باسمي، والرقم القومي هيتغير، وعداد النور هيتغير، والبتاع رخصة القيادة ورخصة السواق كله هيبقى باسم الزعبلاوي اللي هو انا. وبعدين لو انت ماسك مسدس انا معايا رجالة كتير. انت ورثتني بالحياة بقى على كده. اه ورثتك بالحياة. بس انا الزعبلاوي وكل الناس اللي هنا عارفين ان انا الزعبلاوي. انا مين؟ انت الزعبلاوي. يا رجالة يا خفاش يا اسمك ايه يا خواجة. مين دول بقى ان شاء الله؟ دول عارفين ان انا الزعبلاوي. انا مين يا رجالة؟ انت الزعبلاوي. كله يطلع المسدسات. لو سمحت مش هسيبك لوحدك. لو سمحت انا معايا مسدس اطلعه. ايوه ايوه ونشنه هنا لو بتعرف تضرب. انا كده مش هقتلك لوحدك. اه هتقدر تقتل كل دول بكل الرجاله اللي معانا؟ ماشي بس احنا هنتقابل. هنتقابل ماشي. انا الزعبلاوي صح ولا لا؟ ايه ده؟ سلم نفسك يا زعبلاوي، المكان كله محاصر. بوليس اهرب اهرب اهرب. اطلع بسرعه اطلع. لازم تنزل. اتفضل سلم نفسك يا معلم زعبلاوي. زعبلاوي بيقول لك سلم نفسك يا زعبلاوي. سلم نفسك. يلا يلا يا معلم. مش انت الزعبلاوي؟ اتفضل. انت الزعبلاوي. خد يا عم خد يا عم. انت الزعبلاوي والله. انت الزعبلاوي اهو. يلا اتكل على الله. اهو يا بوليس الزعبلاوي اهو. مين الزعبلاوي يا جدعان؟ انت الزعبلاوي. يا جماعه هو الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. بصوا يا جماعه حل بسيط قوي. اشمعنى انا اللي بغسل وانشر؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يا لهوتي! الحان يا شام! الحان يا شام! الحان يا شام! ايه يا بنت في ايه؟ عمك عمك بيموت! تاني؟ يا ابني عمك جات له النوبة. ايه ده؟ ده جبت له دكتور؟ المحامي جوه. عمي تعبان جبت له محامي؟ يا ابني افهم. ما جبت له الضابط يعالجه ليه؟ عمك شكله حاسس ان هو بيموت، فجايب المحامي عشان يكتب وصيته، ولو مات هيسيبنا لولاد عمك اللي بيبهدلونا. يا لهوي، ده ولاد عمنا هيعيشونا في جوع وفقر. الفقر والجوع.
الفقر والجوع. بقالي 10 سنين بنفس الجلابية، 10 سنين ما حطيتش لقمة في بقي، 10 سنين ما شربتش بيبسي، وبعد كل ده الناس بتقول لي يا تخينة، وانا عمري ما كنت تخينة. امال ايه ده كله؟ دي الجلابية واسعة عليا. احنا لازم نقضي على الفقر، لازم نقضي على الفقر قبل ما يقضي علينا. ونقضي ازاي على الفقر؟ نجيب له سم فقران. يا ابني انا مش قصدي الفقر اللي بيمشي، انا قصدي الفقر. ازاي نقضي على الفقر؟ نجيب له سم فقران. انت عارف السبب في اللي احنا فيه ده مين؟ مين؟ ابونا. لما مات ابونا خدنا عمنا وعيشنا في البيت ده، وسبنا الاولاد عمك اللي شغالنا خدامين. احنا مش خدامين. خدامين. احنا مش خدامين، احنا شويه كلاب بنلحس في التراب. عندك حق، احنا كلاب، عشان كده اولاد عمك بيقهرونا. عارفه بيقهرونا ليه؟ ليه؟ عشان هما من القاهره. طب ولو من الارياف؟ لو من الارياف كانوا قرفون. طب ولو من الجيزه؟ كانوا جازونا خير. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هخش اطمن على العم. خش خش اطمن على عمك، وبالمره خد الحاجات المقرفه. العيال دي بتاكل ايه؟ خد الحاجات دي وخلصي بسرعه. ماشي. يا رب انقذ عمي، ده هو الوحيد اللي معيشنا في حنان. ايه ده؟ ايه؟ الحقني يا هشام. ايه؟ جثه عمك مش على السرير. الجثه مش على السرير. انتي مجنونة، ايه شغل السبع وصايا ده وانا فجأة بقيت في رمضان؟ ايه يا بنتي في ايه؟ عمك هتلاقيه في الحمام. بجد؟ اه والله. طب حامد اخوك فين؟ بقاله ساعتين بيجيب الدكتور. حامد الزفت ده ما جاش بالدكتور ليه؟ انت بتعيط ليه يا؟ بس يا عم ما تقولكش عبيط. ايوه يعني بتعيط ليه؟ بس يا عم ما ترد بدل ما اديك بالبلغ على بقى. بتعيط ليه؟ انا اتسرقت. لا حول ولا قوة الا بالله. دخلت اصلي الظهر طلعت لقيت الموبايل بتاعي اتسرق، دخلت اصلي العصر طلعت لقيت الشورت بتاعي اتسرق، دخلت اصلي المغرب طلعت لقيت الشبشب بتاعي اتسرق. معلش. ايه ايه ده بس في ايه؟ ايه ده يا؟ يا ده ايه ده يا؟ طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموسي، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. لبن الجاموسي. يعني مسروق وبتغني وجاي متاخر وما جبتش الدكتور. خلاص والنبي خلاص. بالرجل هنا وطاف اهو، بس ما تضربيش. فين الدكتور؟ الدكتور ايه يا ابني؟ الدكتور اللي بعتك تجيبه. الدكتور بقى ده، انا لفيت عليه الدنيا كلها والله العظيم، ومحدش راضي يطلع معايا دكتور الساعه واحدة. طب جبت الدكتور منين؟ من السوبر ماركت. ايه ده يا ابني؟ والله جبته من السوبر ماركت. ايه اللي حصل؟ انا كنت جعان تمام، فعديت على السوبر ماركت اجيب كيس شيبسي، دخلت لقيت الراجل البياع بيقول له ازيك يا دكتور، قمت قافش فيه وجايبه وجيب. اخوك جاب الدكتور من السوبر ماركت. ما انت جايبه لعمك محامي عشان تعبان. جبت الدكتور من السوبر ماركت، ويا ترى بتعمي ايه؟ الدكتور ولا الشيبسي؟ يا ابني عايزه ايه مني؟ راحت الدكتور. دكتور مين؟ اللي انت جبته. ايوه صح ايوه صح. روح يا عم هات الدكتور. أيوة. بسرعه بسرعه، عمك بيموت. مين ده؟
يخرب بيت يا ابني، روح هات الدكتور اللي انا بعتك تجيبه عشان عمك العيان. خلاص انا حطيته بره عند الجزامه. اتفضل يا دكتور. مساء الخير. مفيش بقى كوبايه شاي باللبن عشان نستقي؟ ده الدكتور؟ ايوه. فين الدكتور اللي انت جبته؟ هو ده؟ ايوه يعني فين الدكتور ده؟ بيفهم ده؟ بفهم في كل حاجه الا الطب. ومع ذلك اعرفك بنفسي، انا فوزي فواز فايز فيظل الطبيب المعالج. معاك هشام حسن مستطيل. انت هشام حسن مستطيل؟ اه. انت على كده لما بتغلط ما بتتحسبش حساب عسير. امال بتحاسب حساب ايه؟ بتحاسب حساب مثلثات. بفهم في كل حاجه الا الطب. يا ابني ما تجننيش. ايه؟ ايه انت هتقول لي ايه؟ عايز ايه يا دكتور دلوقتي؟ مش عيب لما تقول لي يا دكتور وانت عندك القصر العيني كله. لا انا تلبت الميتين. دي ما تخشش معاها في قيل وقال، دي واكله 8 زيك الموسم الاول. يا دكتور اسمع مني. بفرح قوي لما حد بيقول لي يا دكتور، بس مش عارف ليه. عارف احمد زويل؟ اه دكتور احمد زويل طبعا. عارف دكتور احمد زويل ده بقى خد جايزه نوبل في ايه؟ في ايه؟ في علبه قطيفه. عشان ما تقعش منه يعني. طبعا. اه الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. اقول لك على حاجه، عارف دكتور احمد زويل ده؟ طبعا. انا اللي زاولته، فمش هيجي واحد زيك يزاولني. انت مجنون في مخك ولا ايه؟ قعدنا ندور. طب مع ذلك فين المريض؟ المريض جوه. عنده ايه؟ انت بتاع كلاب. ما هو المفترض ان حضرتك الدكتور اللي هتقول لنا عنده ايه. ما هو انا عايز اعرف يعني، قصدي يعني الحاله بتاعته ايه. هل مثلا هو صوره اغمى عليه مثلا، ضغطه عالي فضرب، ضغطه ودي ففنيخ؟ ضرب وفنيخ على الطلاق. الراجل ده عجلاتي. ما هو انا لازم اعرف برضه عشان ايه لما اخش ما اتخضش، اصل انا قلبي ضعيف، عشان ابقى اصدقتك القوي. اصدقتك القوي؟ احنا جايبين محمد مرسي يعالج عمنا. ما تخلص يا عم عالج الراجل. طب ثواني ثواني. ايوه اتفضل. بص خد دي اديها له، لما يبقى كويس يبقى اديها لي. طب خد خد تعالى هنا. اديها له ايه؟ انت الدكتور، انت اللي هتديها له. اصل بيني وبينك انا بتخض من منظر الحقن عشان ابقى اصدقتك القول مره اخرى. انت مؤمن قوي يا عم، ارحمنا. ابوس ايدك. يعني دلوقتي المريض جوه؟ ايوه جوه. طب استمحيك عذرا. يلا. ايه القرف ده يا رب يا ساتر. خش يا عم جوه. انت متاكد ان ده دكتور يا ابني؟ ده عسل والله يا ابني، ده شكله يقرف. ما هو كده بس. هو منشار بسرعه، منشار بسرعه، منشار. طب هتلاقي عندك جوه في الدرج. حاضر. حاول يا عمي. يا عمي ده هينشر ركب الراجل. يا نهار ابيض، ده هيبعد الحبل. شاكوش واجنة، شاكوش واجنة، شاكوش واجنة. انت هتفحت عمي. خد يد هنا في ايه؟ افهم بقى، انت عايز منشار وشاكوش واجنة ليه؟ الشنطه مش عايزه تتفتح، مش عارف اطلع بعيد الدواء. امشي يا ابني. دور من هنا. ايه بقى ده؟ الفيلا؟ ايه يا حيوان بتخليني اقفل الكاسيت عشان سور الفيلا؟ انت كسرت سور الفيلا. اوعى من وشي وسع. ازيكم يا فقراء يا زبالت يا اخي اتقي الله. ازيك يا معفن يا فقير؟ الله يسامحك انا مش هرد عليك. والتخينة اختك عاملة ايه؟ التخينة كويسة. ها جايبيني بقى من الافتر بارتي عشان خاطر ايه؟ يا عم محدش اصلا جابك من الفرفر بارتي اللي انت بتقول عليه ده. لا كلموني قالوا لي في حاجة مهمة، كيك. تعالى شوفنا يا استاذ رامي. ابوك دلوقتي بيموت وحاسس بقى ان هو طلب مننا ان احنا نجيبكم. ابويا بيموت؟ اه. طب ما تقولوا لي بكره عادي. ايه يعني جايبيني من الحفله عشان ابويا بيموت؟ يا اخي انت ما فيش في قلبك رحمه كده ولا انسانيه ليه؟ اخرس يا كلبوزه يا فقير. كلبوزه فقير؟ انا بحب اذلكم. ليه يا عم؟ احنا اولاد عمك. لا انتوا كلاب. وانت تعالي هنا اعملي لي قهوه. حاضر. خدي هنا. نعم. مش تساليني قهوه ايه؟ اعتقد في الظروف المنيله دي اكيد هتبقى قهوه ساده. لا عايزها قهوه تركي بالسكر الكتير. حاضر. يلا تعالي هنا. نعم نعم. ايه المشيه دي؟ انت عايزه تجيبي لي اكتئاب؟ فين المشيه بتاعت القهوه؟ يلا وريها لي. حاضر. ايوه يا عسل. اتدلع يا وحش. هي دي القهوه. يلا روحي اعملي لي شاي. حاضر. تعالي. مش تسأليني شاي ساده ولا ايه؟
شاي سادة ولا ايه؟ لا، شاي بالنعناع سكر زيادة باللبن. يلا. حاضر. تعالي هنا. نعم. هي دي مشية النيلة الشاي؟ انت عايزة تجيبي لي اكتئاب؟ وسع. وريني. ايوه كده. العب يا غزال. صح كده، يلا روحي اعملي لي غدا. ابص رجلك ارحمني، والنبي ترحمني بقى. بحب اذلكم وموت. يلا يلا روحي، وغيري الجلوية الكئيبة دي عشان انا عندي اكتئاب. يا رب. يا اخي ده انت سائل سؤل. يلا يلا، وانت شبه بكار لما تخل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا. اخويا توفيق هيجي دلوقتي ينفخك ان شاء الله. لا حول ولا قوة. يا لهوي يا لهوي. سوبر ماريو. بتتريق عليا يا ابن عمي. ايوه يا فقير يا معدم. معدم يا ابن عمي، ده انا ابن عمك. ليه بس كده؟ انت خدام. ينفع اللي انت عملته بره ده يا ابن عمي برضو؟ عملت ايه؟ انت دايس بعربيتك البي ام دبليو السودا على البواب مفرتكه حتت. مات؟ مات؟ بقول لك مقطعه حتت. طب خلاص، بكره هاتوا واحد كحلي حطوه بره. يلا. كحلي ايه يا ابني؟ هو سروال ده كلب وراح. يلا خلاص. يخرب بيت جحود قلبك يا ابن عمي، انا عمري ما شفت حد كده. طب وعياله اللي تيتموا دول؟ هات قرشين ندول العيال بدل ما يتيتموا كده. فوفا ايه؟ هيموتوا عيالهم. مش مهم، ارميهم في الجنينه يلعبوا مع الكلاب بتوعي. يلا. ارمي عياله في الجنينه؟ اه. يخرب بيت جحود قلبك يا ابن عمي، مفيش حد كده. طيب بنته؟ بنته مين؟ بنته اللي انت ماشي معاها في الغلط. عايز نمشي معاها في الصح؟ مش دي القضيه. طب عايز ايه؟ سطرها ابوها. لا لا، انا هسطر اختها، مؤدبه ما رضيتش تخليني المسها ولا مره. ايه الجحود اللي انت فيه ده يا ابن عمي؟ انتوا كلكم اتخلقتوا عشان انا اعيش مبسوط. لا حول ولا قوه الا بالله. يخرب بيت الذل، يخرب بيت الذل اللي انت معايا. طب اقول لك على حاجه. قول. الناس اللي انت حطيتهم في الجنينه مالهم؟ الخدامين اللي انت بتنشل عليهم كل يوم. ايوه بلعب عليهم نشان بس بطاء قوي، مفيش فرقه اسرع من كده. انت كل يوم تموت خمسه. بقول لك بس اخلص. في ايه؟ اوعى تقول خمسه، ده انا اقل واحد في اصحابي بيقتل له 11 سفراجي في اليوم. اوعى تقول قدامهم خمسه دي عشان ما تفضحنيش. سامع؟ الفلوس عاميه قلبكم يا ابن عمي، بس ان شاء الله هيجي يوم اخبر عليكم كلكم باذن الله. ابقى قابلني يا سوبر ماريو. طب بارك لي على المحصول الجديد اللي انا زرعته عندكم في الجنينة. ايه المحصول ده؟ ده محصول اسمه قصب الزعافة. ايه ده؟ محصول انا زرعه بايدي. ازاي ده؟ تجيب شعر مقشة بايظة. شعر ايه؟ مقشة بايظة. وتجيب بذر قصب. بذر قصب؟ بذر قصب. اه. تحطه على شعر المقشة. اه. وتلفه. اه. وتزرعه في الجنينة قيمة 98 سنة. وبعدين؟ يطلع زي ما انت شايف كده، محصول جديد من ابتكاري قصب الزعاف. اه شاطر شاطر. ده لما تجوع تاكل القصب. توسخ الأرض تكنسه. اختراع عظيم. انا بشقى وبتعب عشانكم والله. ده انا هفلقك. تفلقني؟ ده انا ابن عمك. زعافه يا معفن يا خدام. يا رب ولع البيت ده، يمكن يحسوا باي ذل حاسين بيه. يا رب حريقه تاخدهم كلهم. يا رب يا رب. الكركبه اللي بره دي ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ وايه الصوت العالي ده؟ في ايه؟ في ايه يا رامي؟ صوتك عالي ليه؟ الحقود ده قاعد يقول لي قتلت بواب، مش عارف عملت ايه، حاجات عبيطه كلها ومصدعني. اعوذ بالله، ده انا ابن عمك تشتمني؟ يلا يا خدام. ايه يعني ما يقتل اللي عايز يقتله؟ مالك يا توفيق في ايه؟ يعني ايه يقتل اللي عايز يقتله يا بنت عمي؟ انتوا بتموتوا الناس كده عادي؟ اه عادي. دي ناس غلابه وعلى قد حالها مش كده. المهم بس بابا عامل ايه؟ ابوكي تعبان جوه بيموت يا رشا. طب وايه يعني؟ انا ما اسميش رشا، اسمي بسنت ماشي؟ وبعدين انا سايبه برتيتا.
انا سايبه برتيتا جامده جدا عشان خاطر اشوفه، وانا مش هينفع استنى اكتر من كده. يعني خايفه على البرتيتا ومش خايفه على ابوك اللي بيموت يا بنت عمي؟ يو بقى انجز يا توفيق. انجز ايه؟ انجز ايه؟ فوقوا يا ولاد عمي، الفلوس ليه يا عمي؟ ياكوا يا عمي قلوبكوا يا جحده. يا رب البيت يقول على اللي فيه يا رب. يا رب عشان يحسوا باي حاجه. بقول لك ايه؟ فين ياسر جوزك؟ ايه يا رامي؟ هو ياسر فين جوزك؟ هو انا وياسر هنسيب البرتيتا ونيجي؟ بعدين بقول لك ايه؟ ده انا سايبه حته برتيتا نار نار. بجد بتلعبوا على ايه؟ على بني ادمين ولا ايه؟ هعمل لك واحده على بني ادمين مخصوص، بس هو انا سايباه وهو خسران، فانا هكلمه اطمن عليه اشوفه وصل لحد فين. ماشي. وايه موضوع رشا ده؟ مش عارفه. ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كان في حد واقف هنا، هو ياسر راح فين؟ انا اهو انا اهو يا جدعان موجود. يا جدعان يلا نلعب، انا هلعب على 200 وانا هلعب على 500 انا هلعب على الترابيزه. طب وانا هلعب وانا هلعب على الموبايل وانا هلعب على اعصابك. انتوا ساكتين ليه؟ انت مش قلت هش يا عم؟ احنا سكرانين نتكلم بعد هش عادي. قول هش تاني. لا 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 نتكلم مش نزيد. ماشي. بس مراتي بتتصل. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ لو عرفت ان احنا بنلعب هتيجي تلعب معانا، واحنا بصراحه عايزين نجيب نسوان هنا. انا عندي فكره. ايه؟ اكدب عليها، انت مش دكتور، قول لها ان انت في المستشفى يا عم. والله فكره حلوه من شخص تافه. الو، ايه يا جميل؟ لا انا في المستشفى. ايه؟ مش سامع صوت مستشفى؟ حلو ان انت معانا، قلد لنا صوت حاجه في المستشفى. عيني. يا جماعه حد يطلع الاسعاف من الاسانسير. على الممرضه سامي عبد العزيز التوجه الى غرفه العمليات المهميه. ايوه انا جاي يا دكتور اهو. يا جماعة الإسعاف بتولد. على فني مصاعد تسن التوجه إلى نظر المحطة الأهمية. يا جماعة ده باب نزول مش طلوع. لا قول حاجة، اجتهد. الناس عمالة وعامل خط الفرفشة جنبي. اجتهد معانا. هخليهم يسلموه، اعمل عيان. يلا. على السادة الركاب ربط الأحزمة للأهمية. أي. ها يا حبيبتي أنا بلعب قمار. أهو في نسوان جاية أهو. ارتاح؟ بقولك اعمل عيان، قول بطني وجعاني، ظهري الحقني يا دكتور. يا عم انا عامله عيان عنده غيبوبه. لا لا اقفلي دلوقتي يا حبيبتي، اقفلي. يا جماعه كده مش هينفع، يا جماعه احنا لازم نفوق. لا انا تعبان من الشرب. وانا شعبان من القاهره. وحشني والله. ايه ده؟ انتوا سكرانين؟ اه يا عم الخمره بتسكر. ده على كده بقى السكر بيخمر. يا عم الخمره بتسكر اهو. اهي بتسكر. لا يا عم الخمره بتخمر اهو اهو. بتخمر اهو. هي البيتزا دي سي فود؟ لا دي سي محمد. دي الخمره دي طلعت بتضحك. ده مش طايقنا يا عم. شاركنا الفرحه مره واحده، ابوس ايدك الحقنا. مالك
انا زعلان منك قوي. ليه بس يا عم؟ ابوك يا عم ماله؟ من ساعه ما مات وهو ما بيلعبش معانا. من ساعه ما مات؟ اصل انا دفنته بعيد. طب ودي حركه تعملها؟ مش تدفنه تحت الترابيزه، اهو منها يلعب ومنها يموت. يا جماعه انتوا بتهزروا، احنا لازم نفول حياتنا شويه. يعني انت مهندس وانت محاسب وانت ايه؟ يا جماعه احنا كده بنضيع، مش هينفع. انا هكلم مراتي وافككم القعده دي. ايوه يا بيبي. ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ ايه يا عم ده؟ انا عمري ما سمعتك بتقول لمراتك بيبي وجميل انت اتغيرت ليه يا ياسر؟ انت فاكرني بدلعها؟ امال ايه؟ انا بقالي اسبوعين هموت وافتكر اسمها. اه بس افتكرته. ايوه يا حياتي، عامله ايه؟ اكيد خسران، اكيد خسران كالعاده. مش عارفه والله اعمل له ايه البني ادم ده. هتبقى تيجي تلعب معانا المره الجايه؟ هاي طبعا. طيب خلاص وانا هستناك. ايه ده؟ القهوه برضو ما غيرتيش الجلابيه؟ انا وانا زعلان بتلبسي ايه؟ سبونش بوب. وانا قلقان بتلبسي ايه؟ كابتن ماجد. وانا خارج من الدش بتلبسي ايه؟ صافيناز. يبقى بلاش استهبال وغيري الجلابيه عشان انا عندي اكتئاب. اوكي حاضر. واخر مره هسالك إيه؟ انت اللي كلت الاسكالوباني بتاعي؟ يا استاذ رامي والله ما باكل ولا لحوم ولا فراخ. امال التخن ده ايه؟ جبن؟ هنستهبل؟ انا اسف. انت عكننت عليا. يلا روحي سليني شويه. يلا فريدي ايديك اهو. لا يا رب الدم. حسبي الله ونعم الوكيل. يا توفيق الحان يا توفيق. بازل اختك. الحان يا توفيق. بقول لك ايه يا ابن عمي؟ قول. عيب كده يا ابن عمي. استنى عشان بترد منها تاني. عيب يا ابن عمي كده تضربها بسكاكين بلاستيك. عايز ايه يا معفن؟ هي رفيعه مساكين بترد. مش عايزك تزلها، انا موجود زلني انا، لكن دي اختي وبنت عمك. ايه بجد؟ والله صدق انا بحب ازلك انت اكتر منها. ربنا يكرمك. خلاص تعالى وريني المشيه بتاعت القهوه. امشي لك مشيه القهوه. روح انت، روح انت استخبي. ربنا يخليك يا اخويا. تعالي استني استني، خدي دي في ايدك. حاضر يلا خلصينا. عايز مشيه القهوه؟ يلا اهي. ارجع 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 ارجع. ايه ده ايه ده؟ طب كشر ليه؟ اعملها بسعاده. ما تزلنيش. اعملها بسعاده. ما تزلنيش ابوس ايدك. ده انا هتخنق. حاضر يا ابن عمي اعمل اللي انت. اعملها بايه؟ امشي بسعاده. يلا خلاص روح. اشوف فيكم يوم يا رب البيت يولع عشان تحسوا باي حاجه يا رب. امشي امشي. ايه ده؟ احمد اخوك بيتصل. ايوه يا احمد. الو. ايوه يا بابا انت فين؟ ايه يا بوس يا اختي يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبي؟ انا جاي انا ورامي زهول. ايوه انت فين بالظبط؟ يا بنتي احنا واقفين على باب البيت. طب ما دام واقف على باب البيت بتكلمني ليه؟ يا بنتي معانا فلوس كتير قوي هنعمل بيها ايه؟ طيب اخلص هطلع اجيب حاجه من فوق الاقيك تحت. ماشي؟ ماشي. اغنيه اغنيه اغنيه. لا 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 لا. في واحد غني يشرب ستيلا يا ابني. هي دي اللي تظبط في الدماغ هنا ما تطلعش ابدا. ياب انت بتشرب ستيلا قدام الناس؟ طب ما انا اعمل ايه؟ اشربها من غير ما حد يشوفك. ولاد عمك لما بيشوفوك بيروح يقول لابوك. مش ناقصين قرف. روح يلا شيل البيره دي. اخويا الصغير الرخم. يلا روح. يلا اخويا الكبير تعالى عشان تديني العيديه بتاعتي. عايز كام؟ عايز 100. 100 ايه؟ 100,000 جنيه. يا ابني اطلب رقم كبير عايز اخلص فلوسي كلها. يا عم اي حاجه بقول لك اديني اي فلوس. طيب ماشي. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه اللي في ايدي ده؟ صاعق ناموس. مضرب تنس. بتعمل بيه ايه؟ بعمل بيه ايه؟ عارف احلى حاجه في التنس ايه؟ ايه؟ الستات. ايه علاقه الستات بالتنس يا ابني؟ ما انت ما بتشوفش الستات بقى في النادي هما بيلعبوا تنس. بيلعبوا ازاي؟ بيلعبوا ازاي؟
يعني انت بتروح النادي عشان تتفرج على الستات وهي بتعمل اوه؟ لا انا بروح هناك عشان الم الكور. امسك يا قليل الادب. انا قليل الادب؟ ما هو الغنى اللي عمل فينا كده. ليه يا رب خلقتنا اغنياء؟ ليه يا رب خلقتني غني؟ صرفت كل فلوسي على الخير، بنيت جوامع، بنيت مستشفيات، ربنا كرمني وزودني فلوسي، قلت اصرفها على الحرام، بنيت كاميرات، صرفتها على الستات، ربنا الحمد لله خد كل فلوسي، بس الناس اللي عملت معاها خير جم وقفوا جنبي وادوني فلوس اكتر. ليه يا رب خلقتني غني؟ ليه؟ ليه؟ لا لا يا ولاد المغازية ما يقولوش كده. لا عباس الضوء لا 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 ايه يا ابني الاوفر ده؟ بحاول امثل، ما انت عارفني بحب التمثيل يا اخي. ايه ده افوره، دي مش تمثيل خالص. عايز تبقى غني؟ عايز ابقى غني ايه؟ عايز غني؟ فلوسك؟ فلوسك ايه يا حمار؟ اللي انت بتمثله ده غباء، عايز الناس تسقف لك لازم تقول لا لا لا. مش انا اللي هين نفسي عشان الناس تسقف لي. تمرمغ نفسك وتقعد عشان تسقف لك، هو ده التمثيل؟ ده انا ابيع وداني بس الناس تضحك. بطل بقى الغنى اللي انت فيه ده. غنى؟ اقعد ساكت والله العظيم انت حمار. انت مش عارف تودي فلوسك فين؟ مش عارف. ادخل معايا جمعيه. بكام؟ ب20 مليون جنيه. وهقبض كام؟ 3000 جنيه. دي فرصه حلوه، مفيش احسن من كده، مضيعه للفلوس. هدفعها كام شهر؟ هو شهر واحد اخد المليونات وامشي على طول. ولسه استناك. انت عايز تبقى اغنى مني؟ ايوه ابقى اغنى منك. انا اصرف بس انت ما تبقاش اغنى مني. انا ابقى اغنى منك؟ ده انت معاك فلوس قد كده، هو انت بتصرف حاجه؟ يا بخيل يا جلده. انا مش بخيل والله. لا بخيل، تثبت لي ان انت مش بخيل. ده ايه؟ ده ايفون 6 اهو يا ابني. ده ما بتقول لي بيبوظ. اسكت. ده ايه؟ ايفون 7 اهو يا ابني. ده لسه ما نزلش. اسكت. ده ايه؟ ده نوكيا 510. ده اللي يعيش معاه. ده انت بخيل بخل. بخيل ايه ده؟ ذكاء مع فلوس تبقى ملك الدنيا. انت ذكي، انت بخيل يا والله. شايف الفلوس دي؟ ايوه. مش عايزها. انا عايزها. ابعد. عرفت انت بخيل وجلد؟ انا مش بخيل بس بحب الفلوس قوي قوي. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ عايزك تعلمني التمثيل. يا ابني انت حمار، عمرك ما هتتعلم. انا بمثل احسن منك. ايوه يا عم انا عايز اتعلم. انا بمثل احسن منك. انا اللي بمثل احسن منك. انا اللي بمثل احسن منك. والله العظيم انت حمار. انا حمار يا رامي. يا رامي. ايه يا رامي؟ مين بيمثل احسن، انا ولا احمد؟ مش عارف، مثله مشهد قدامي وانا احكم. خلاص نمثل مشهد. نمثل مشهد من حنف القبهة. لا لا، مثل حاجه اجنبي، وريني قدراتك. خلاص يبقى نمثل فيلم تايتانيك وانا اعمل الترجمه. تعمل انت الترجمه؟ وانا اعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. طب مش ممثل. خد تعال اعمل جاك يا عم. خلاص ايوه ماشي. انا مش شايف حاجه يا عم. تعال يا عم قدام بس ابقى جاك. اوكي يلا ابقى قدام جاك. خلاص يا عم يلا. جاك. جاك. I hate my life. إنني أكره حياتي يا جاك. Why baby؟ لماذا يا حبيبي؟ Because I love you Jack. لأنني أحبك يا جاك. But you are a poor man. ولكنك رجل فقير. And I am a rich woman. وأنا امرأة غنية. وسفلة. يمكن التغلب على هذه المشاكل بالحب يا روز. But I can't. لكنني لا أستطيع. أنت لا تعرف ظروفي، لا تعرف أمي وأخواتي، لا تعرف ماذا تفعل خالاتي. إيه يا عمي ده كله؟ يا عمي بحط التاتش بتاعي يا عمي، خلينا ننبسط. يا عم ده قالت اي كانت بس. لو ايه هو حاسس بيا؟ اسكت.
بيقول لك انني لا استطيع يا جاك، اتركني وارحل. يا رسان وفش. يا بنت السمكة. يا رسان وف قرد. يا ابن العسل. I love you. انني احبه. جاك. جاك. Follow me. اتبعني يا يورخ النيس. جاك. جاك. Draw me. Okay. Oh. ذا شبريك داون. السفينة تغرق. ذا شبريك داون. السفينة تغرق. Where are you, Jack? Swim, Jack, swim. استخدمي هذه الخشبة يا روز. Okay. اصمد بجانبي يا جاك. 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 اصمد بجانبي يا جاك. The water is cold. إنني أتجمد يا روزا. I know. إنني أعرف. Space please. افتح لي مجالا بجانبك، ما تبقيش أنانية. أجرمين. Space in please. أرجوك مكان ما تبقيش زبالة. No space. One space only. هو هو مكان واحد. أنت فاكر نفسك في بيجو؟ I can't swim. إنني لا أستطيع العوم. بوب كار. فشار. يا بقى. إسماعيل ياسين في الأسطول البحري. صح يا عم. صح. عامل إسماعيل ياسين في فيلم أجنبي. إيه المشكلة؟ كوميديا بالإنجليزي. كوميديا بالانجليزي. بس بس انتوا الاثنين بتمثلوا ازبل من بعض. احلى حاجه الترجمه صراحه. بقول لكم ايه يا جدعان، ما تروشيناش بقى. فين ابوكوا؟ يا ظلمه يا ظلمه يا ظلمه. توفيق يا ظلمه. توفيق بعدين ريحتك وحشه. توفيق. سايبين ابوكوا بيموت جوه وقاعدين بتلعبوا افلام يا ظلمه. يا عبو انت مالك؟ دي مشاكل عائليه، انت خدام هنا وبس. بتف عليا يا ابن عمي وتشكر يا ابن عمي. حد هيتف تاني؟ في ايه يا احمد؟ انت معصب نفسك كده ليه؟ بكره نورس ونطردهم من هنا طرده الكلاب. تطردونا يا ولاد عمي؟ هي دي الاصول. اصول ليه؟ انت عامل لي فيها مسكين؟ كفايه الحكايات والذنب اللي بتقعد تقول عليها البابا ليه علينا احنا؟ لغايه ما كرهنا. احنا ما بنفقعش الذنب في حد يا رشا، عيب. يا سلام يا اخويا. والبرشامل مين رشا دي فعلا؟ يا سلام يا اخويا. والبرشامل اللي احنا بنضربه والحاجات اللي بنعملها مين اللي بيقولها البابا؟ مش انت؟ الحاجات دي حقيقه انا ما بفتريش على حد يا ابن عم. يا فتان. ايه الفتان؟ يا فتان. يا فتان. بتتريقوا عليا يا اولاد عمي؟ متشكر يا ولاد. وسع 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 وسع. بتف عليا انت كمان؟ متشكر يا ولاد عمي. بس يا جدعان ده مهما كان برضه ابن عمنا، ما ينفعش نعمل فيه كده. خد خد يا توفيق، انت صعبت عليا. انا هعمل معاك حاجه من الاثنين، يديك فلوس يديك موبايل الجديد. يا بخيل، عمرك ما هتديني فلوس. اديني الموبايل. زيرو 10 12. وتحفل عليك. وتحفل عليك. وتحفل عليك. بتسيبوني عشان معاكوا فلوس يا ولاد عمي؟ ايوه. اشوف فيكوا يوم يا ولاد عمي، اشوف فيكوا يوم. ده انتوا بتأذونا من زمان، ده انت بتأذينا انت وامك من زمان قوي. امي؟ اه. امي كانت بتأذيكوا؟ ايوه. طب اسألي رامي. انا امي دي يعني كانت بتردع رامي اكتر ما كانت بتردعني. والله العظيم. واسألي رامي. كانت بتردعني لبن مغشوش. بس بالشوكولاته. ما تنكرش. كانت بتقعد تشرب ميه طول ما هي بتردعني، اللبن باظ. يعني تموت من العطش عشان انت تكبر يعني. ليه كده يا ولاد عمي؟ عموما انا هنام دلوقتي مظلوم، ويا بخت من مات مظلوم ولا باتش في الظلم. توفيق استنى يا توفيق. استنى يا توفيق، قول لي دلوقتي هو مين مع بابا جوه؟ المحامي عزت يا ظلمه. محامي عزت جوه يا ظلمه. اشوف فيك يوم. اشوف فيك يا رب. يا رب يا ظلمه. اطلع برا يا جدعان، عايزين نخلص بقى من الموال دوت. طب اديها لنا المحامي ده يا عم. قال اسمه ايه؟ عزت. عزت. يا استاذ عزت. يا استاذ عزت. ايوه ايوه ايوه.
ايوه اهلا 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 وسهلا. انتوا ولاده بقى مش كده؟ ايه بقول لك ايه، خلص عشان احنا مستعجلين وعايزين نمشي. 60 ده يلا اتكل على الله. خد يلا احمد راح فين يا عم سيدي؟ استنى بقى نشوف هيقول المحامي. الله 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 الله، يعني اللي ابوكوا كان بيقولوا عليكوا طلع صح بقى. ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان انتوا عيال زباله يعني. الله انت جاي تهزقنا بقى ولا ايه؟ لا انا همشي يا عم. تعال ولا ولا ولا، انا قلت لك امشي. جري يلا جري يلا، هتستطول نفسك ولا ايه يلا؟ لسه بتبرشم؟ دخلت على مرحله الكله ولا لسه؟ لا لسه. وانت يا اموره؟ نعم. اخبار البارتيتا بتاعت القمار ايه؟ ابوك قايل لي على كل حاجه. وانت يالا؟ ايه انت؟ انت السكري. ماشي ماشي. وانت ايه؟ لسه بتصاحب الستات الكبار وتاخد فلوسهم؟ انت ناقصك فلوس يا ابني. ايوه بحب الفلوس، احنا عيال كلنا بنحب الفلوس، وبعدين انا ممثل وممثل شاطر. انت فاشل يا انا رب. فاشل ده انا لسه مدرب احمد الساقع على اخر الدور بتاعه. انت كومبارس يالا، انت بتطلع بظهرك ب 10 جنيه. انت عرفت؟ عرفت طبعا. وريني ظهرك اهو، نص الافلام طالع بالظهر عادي جدا ب 10 جنيه يا كلب. طبعا طبعا، اللي قال لك على الحاجات دي ولاد عمنا الحقودين الزباله. ولاد عمكم ما قالوش حاجه، البلد كلها عارفه عنكم كل حاجه، وابوكم كمان متضايق جدا، عشان كده ابوكوا قرر قرار مهم قوي. بس عرفت ابويا عايز يتجوز، انا طالع بتاع ستات لابويا. انا عارف، انا بقى اشوف له واحده كبيره في السن من اللي انا بمشي معاهم، من اللي طلعوا البرد من الجده. يا ابني ابوك مش في دماغه الكلام الفارغ ده. امال في دماغه ايه؟ ابوكوا هيوزع الورث بتاعه. ايه ده بجد؟ ايوه. وهو حي كده عادي؟ وهو حي. طب حلو. وجايبني بقى مخصوص عشان اظبط الورث وكل واحد يعرف نصيبه. ايوه بقى يلا اورث بقى يلا. عارفين هيوزعوا ازاي؟ طبعا زي ما الشارع بيقول عادي. بالظبط. الولد فيكم هياخد 10 مليون اوبا، والبنت هتاخد 5 مليون. بس الكلام ده في حاجه بسيطه هتحصل. ايه يعني؟ الولد في ولاد عمكم هو اللي هياخد ال 10 مليون، والبنت هي اللي هتاخد ال 5 مليون. يعني توفيق هياخد نصيبك، وانت التاني إيه؟ وبرضه الولد التاني مين دول؟ ايوه ادي دول. وانت عارفه مين هتاخد نصيبك طبعا. اساميهم ايه؟ انا عارف. المهم يعني كل ولا هنصنع بعض في الكلام ولا ايه؟ شخصيته قويه قوي. ايوه اللي هو ربيع وكريم. خلاص فهمتوا؟ ماشي ماشي. بس الكلام ده لمدة شهر. لو ظبطتوا نفسكم مع أولاد عمكم وظبطتوا نفسكم مع أبوكوا، أنتوا ما بتزورهوش بقالكوا كتير، ساعتها الفلوس بعد شهر هترجع لكم. خلاص أوكي، بعد شهر نستنى بقى وناخد الفلوس. لا 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 لا، الفلوس هتتصرف بكرة إن شاء الله، أنا واخدهم معايا البنك، كل واحد هياخد فلوسه لمدة شهر. ظبطوا نفسكم وبعدين قابلوني بعد شهر. سلام. سلام. إيه ده؟ يعني ايه ولاد عمنا ياخدوا رسانة؟ يا جدعان دول هيصرفوا الفلوس على طول، دي عيال حقوديين وانا عارفهم. طبعا هيخلصوه في خلال شهر او اقل من شهر. يا جماعه هنخلصوا ايه؟ دي ملايين ملهاش اول من اخر، هيخلصوها في شهر. يا هبل، ما انت بتخلص بال 2 مليون جنيه في الاسبوع. بقول لكم يا جدعان انا جات لي فكره. قول. بصوا احنا مش هنمشي من البيت ده، احنا هنفضل قاعدين لهم هنا، وكل واحد فينا يقفش واحد، ولو حد فيهم حاول يجيب علبه سجاير نشربها. ايوه اتفقنا. ايه يعني نمنعهم من صرف الفلوس يا غبي ونهودهم لحد ما الشهر يعدي؟ اهو ما الراجل فاهم اهو. ماشي. هم هيروحوا بكره الصبح مع المحامي عزه، اول ما يرجعوا من البنك يلاقونا قاعدين لهم هنا. قاعدين لهم هنا. اتفقنا. 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 اللي راح 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 راح. يا روما يا روما عليا يا شعراوي يا ابويا، شعراوي يا ابويا، يا اجمل هديه من امي وابويا، يا شعراوي يا حبيبي يا شعراوي، شعراوي يا ابويا، مولاي يا مولاي. انت مين يالا؟ انا حمامه بتاعت الفلان. يا بطل الرجاله يالا، يا بطل الرزالة يالا. يا جدعان هنعمل ايه طيب؟ فلوسنا بتضيع وانت قاعد بتهزر. انتوا عمالين تهرجوا كده ومفيش حاجة في دماغكم؟
هما اتاخروا كده ليه؟ غالبا اجراءات البنك طولت وشكلهم بياخدوا الفلوس كاش. ايوه يا جماعه اكيد، عقبال لما يروحوا البنك وياخدوا الفلوس كاش وييجوا هياخدوا وقت كتير. فلوس كاش هياخدوا ملايين كاش. ايوه يا ابني، في ناس هوبل بتاخد ملايين كاش، وفي ناس اهبل منهم بياخدوا ملايين كوينات. يا عم ده كويس، اصلا لو خدوا فلوس كاش تبقى مصلحه، ممكن نقلب الفلوس لما ييجوا هنا. ايوه صح حرام، انت بتتكلم صح حرام. بصوا يا جماعه، اهم حاجه ان احنا نتعامل معاهم بكل قسوه ورياء وغضب وحقد ورزاء و بحب تمثيلك. بموت فيه. ايه ده؟ جم 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 هنقول للعيال اللي معاه فلوس دي ايه؟ ايه؟ اللي بقت في ورا ايه؟ 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 اوو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 
ولسه ايوه ايوه كده عز فلوس ايه يا ولاد عمي؟ ايه؟ جريه يا ولاد عمي؟ انتوا اشتريتوا السيرك القومي ولا ايه؟ صلى على النبي، اللهم صل على ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ فنان مايسترو، الله اكبر، كانها بشبشت هوا يا توفيق. خلاص يا حب فلو عز يا بابا عز عز، لا وسعولي وسعولي اهو، لا كله يبص لي عز. فلوس كتافي كلها فلوس. يا لهوي ايه ده؟ ايه العز ده؟ ايه العز اللي انا فيه ده يا اخويا؟ يا لا توفيق تعال هنا. توفيق تعال، يعني انت صارف ومكلف نفسك؟ هات سبراي ب20 جنيه ريحتك تعرف يا توفيق. اخرس ما اسمعش صوتك يا ترك الكلب يا زباله. انا ترك الكلب يعني ايه؟ ما اسمع، هحرق الفلوس. لا هحرقها ومصحف واحرق قلبك يا نت يا فلوس. ده انا اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ اعمل له كتفك. فلو ده انا يا نهار ازرق عليك انت يا جربوعه يا بياضه. ولا ايه؟ تعالى كده يا اهو، تعالى كده. ولا ايه؟ هتيجي على الجنينه تشتغل فيها ولا اجيب الجناين اللي بياخد 80,000 جنيه في الثانيه؟ لا اجيبه. لا يا توفيق انت اللي بتصرف فلوس. انا يا توفيق والله اجيبه. لا ما تجيبوش، اعمل اللي انت عايزه يا توفيق. يا نتي ما تصرفش فلوس يا توفيق، مش عايز اسمع صوتك يا ك فلوس فلوس. يا لهوي قدامي قدامي على الجنينه يا حماده. حاضر يا توفيق. قدامي يا حبيبي. حاضر قدامي يا حبيبي. حاضر يا ابن عمي يا اصيل. بتزلوني يا نهار ازرق. ده انت ده انا عليا الطلاق ما هسيبك. كده يا سعاد كده المصاريف دي كلها كده وانت لسه مستلمه الفلوس واحده واحده يا سعاد؟ يا شيخ تبقى في بقك وتقسم لغيرك، هتقول ايه بقى؟ بس ما تخافش يا رامي، مش هعاملك بنفس المعامله القذره اللي كنت بتعاملني بيها. بجد؟ ده انت ابن عمي. انت اصيله قوي. ايه ده الفيلا متوسخه قوي. انا هنضفها. انا لا هنضفها. لا لا تنضفها ايه؟ انا اللي هنضفها. بص انا عمري ما هزلك. ايه العنكبوت ده؟ شيلني عشان اجيبه. ابوس ايدك زليني. انا كلبك الوفي. ماشي روح اعمل لي القهوه بتاعتي. حالا حالا. رامي ايه مشيت القهوه ازاي؟ بقول لك ايه يا سعاد، انت مش عشان عايزه تنتقمي من رامي تصرفي كل الفلوس دي؟ دي فلوسي انا على فكره. ومين قال لك ان انا بنتقم من رامي؟ انا بنتقم منك انت. ده وش كده؟ مفيش ادب؟ مفيش حياة؟ مفيش خشة؟ أديك وتقول لي مفيش، أديك ما تعصبنيش. تتجننتي إيه اللي بتقوليه ده؟ وسعي. يا لهوي. مش قادرة، ممكن تشيلي لي الشنط دي؟ تتجننتي ولا إيه؟ ما تعصبيش نفسك حامد. أيوه. فكرني نجيب خدامتين فلبينيتين
من اللي بتاخد في الشهر 20,000 دولار. ماشي؟ لا خلاص، اهو اهو. ايوه كده. اوديهم فين؟ تعالي ورايا. حاضر. اختك بقت تعر قوي، اختك تخينه قوي على الوضع اللي بقينا فيه. ما هي بتعمل رجيم يا ابني. ايه ده، بتعمل رجيم بجد؟ اه والله. ده رجيم ايه ده؟ رجيم اسلامي. ايه ده رجيم اسلامي ازاي؟ بتاكل كل حاجه وتدعي انها تخس. انت من ساعه ما ربنا كرمك وانت باصص في السقف، في حاجه فوق يا ابني؟ فاكر الشمس هتعرق وشك. دي عظمه عظمه. دي عظمه؟ ابعت لك سان بلوك بقى. نجيب 10 ونشربهم كلنا. خدت بالك يا ابني؟ بص بص، شفت الجنتله؟ فظيع الطقم ده، افخم المحلات في الجمهوريه. بجد والله؟ اه والله. جابه منين؟ وكلت البلد. ما بخلتش والله. فظيع فظيع، بس انت برضه لسه هتفضل فقير والفقر جواك. بص يا ابني. ايه ده؟ بص ده شكله ابن ناس قوي. امال ايه ده؟ ماركه. ده ده ماركه. توكيل. توكيل؟ امال ايه؟ منين؟ من التوحيد والنور. ده انت هتخش النار حتف. انت مبذر يالا ليه كده؟ مش مبذر ولا حاجه، ده 25 جنيه كل الفخامه دي. والله العظيم غالي جدا. ده ب 25 جنيه؟ ده كل ده ب 8.5. ده ما فيهوش كور، ده مليان كور. شايف الكور؟ تمام تمام، افتري افتري عشان ربنا يذلك زي ما بتذل الناس. ده انت هتتذل ذل يا ابني والله. طعميت يا محمد يا رمزي، انا ما حدش يعرف يذلني. انا عبيط يا سوكي؟ انا اللي زلالي تحت رجلي بجزماتي كده. انت بتعمل لي حاجات ببقك يا سوكي. يا ابني الميه وقفت في زوري، شرقت مفيش حاجه. الميه يا سلام. عادي يعني. يا سلام يا. انا مش مصدقه اللي بيحصل. شفت اختكم بتعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني دي فقيره والتنين المجنح اللي جوه دي غنيه. يا احمد. عايزه ايه؟ انت مستخبي كده ليه؟ عشان ما حدش يذلني. شفت سعاد عملت فيا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ادتني بقشيش 20 جنيه. طب يا رب. اعمل ايه يا ربي بس؟ انت يا نيله هناك، تعالي. نيله؟ ايوه تعالي نيله. تعالي بقول لك، عايزك عايزني انزل اسوق لك العربيه صح؟ لا يا سمح الله، هي العين تعلى عن الحاجب برضو. اصيل يا حامد والله. وانا العين وانت الحاجب. تسلم. بس اكيد الحاجب ما عندوش مانع ينزل يمسح العربيات في الجراج ويسيق الجراج. انتوا العيله بتاعتكم دي كلها اتجننت ولا ايه؟ كلبه نيله اخرسي. اخرسي كلبه رمه زباله حقيره، اخرسي. ايه ده؟ طب لو ما نزلتش مسحت العربيه؟ ما نزلتش مسحت العربيه هرمي العربيه اللي تتوسخ وابعت اجيب عربيه جديده بدلها اركبها وانبسط. اخسى عليك يا حامد. بقى كده تزعقلي؟ انا مزعقتي جامد يعني بقى. وبعدين عايزني انزل امسح العربيه؟ اثبت يا حامد، خليك جامد. مش قادر وربنا مش قادر. اثبت يا اخويا اثبت. يا ايه؟ انت امسح العربيه برضو؟ لا خلاص، بصي خدي مفتاح العربيه، خدي العربيه بحالها. ايه ده انت اتجننت؟ ده مفتاح العربيه؟ احنا بنلاقي المفاتيح في الشارع. في ايه يا هشام؟ مفيش حاجه. انت مستخسر فيا حته عربيه؟ انت يا بنت انت بقى عماله تستهبلنا. اذا كنت ضعفت في لف فتره من فترات حياتي مش هضعف تاني. في يلا. في يا حامد؟ حامد بلا زفت، يلا قدامي على الجراج تمسحي كل الجراج يا كلبه. يلا يا كلبه. يلا نيله. كلاب كلكم كلاب. كان في زعافه هنا بنمسح بيها، انا مش لاقيها، بس انا عارف الزعافه دي حلها ايه. الزعافه دي انا عارف انا هجيبها ازاي بطريقتي الخاصه بقى. الدنيا دي كلية بتربي وتعلم، واللي ما راحش مدرسة في الدنيا يتعلم. كمون لاسي كمان.
أو يا ابن الرغمة أو يا ابن الذين يا شلمي أوه وأنا وياه يا بعيد زيني أصرف وأنا ما عيش ملعنش لف بيا يا حبيبي لف بيا كمان لفة حاسس إني راكب جمل حاسس إني في برج إيفل في أوروبا الرحمة وأنت رحمتني لف يا حبيبي حرام عليك ده أنا ابن عمك يا ابن عمي قعدني على الكنبة يا حبيبي قعد بالراحة أيوة بالراحة اقعد كده يا حبيبي اقعد عايزك بقى إيه تحكي لي حدوته يا أسمر الوجه يا عبدي يا أسود يا حفيد عنتر يا كلب شيبوك يا نتن أعمى فلوس فلوس احكي لي حدوته يا نتنياهو كيل كان يا مكان ايوه كان في زمان شاب محترم اسمه توفيق كان ولاد عمه بيذلوه ويهنوه ولكن هو كان قلبه طيب يا سلام ولما الدنيا اتقلبت ما انتقمش منهم ورجع عاشوا مع بعض في حب وسلام دي قصه خرافيه يا حبيبي القصه دي في الخرافات تحكيها في زمن الديناصورات حرام عليك انا تعب يا كلب يا عبد يا لا انا مش مرتاح هنا انا عايز اقعد هناك اوعى بقى يا كمان شيلني شيلني يا كلب يا نتنياهو شيلني يا معفن يا جربوع شيلني قعدني على الترابيزه دي بقى في الوسط سنترني ايوه سنترني سنترني ايوه تعال بقى اعمل لي مساج اخلص انا الوي اعمل لي مساج ايوه لا تحت شويه انا يا نهار ازرق عليك ده انت هتشوف ايام يا لهوي يا لهوي انت الفلوس عامت قلبك ما كانت عام يا قلبك يا كلب تعال بقول لك ايه يلا شيلني وديني الحمام واعمل لي حمام خلاص من هنا ورايح انا هتزنق وانت اللي هتعمل وميت مره في اليوم ميت وهاكل كل حاجه وهنفخك شيلني خلاص شيلني شيلني ودينا على الحمام ايوه وربنا ابدا المرجيحه يوم تحت وفوق فيها خلقه عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق فيها خلقه عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق عز يا ابويا واد زل جوه في الحمام مش هيطلعه اخليه قاعد جوه لما ريحته تنتن ياه يو فاكر لما كنا فقرا يا فاكر فاكر لما رحنا الشاحن السماري جري فاكر طبعا وانت تقعد تقول احنا فقرا فقرا ما تفكرنيش بالايام دي خلاص انا عايز عز خلاص عارف انا مخنوق ليه من ساعتها ليه لسه ما شفتكش راب سنه كامله عدت علينا والرجوله ما بتدبش في قلبك ليه بس يا اخويا ليه يا اخويا في ايه بس خلاص عز كانوا بيرمونا زي الكلاب عند المنوف بتاع الكباب انا زهقت وربنا ايه وربنا زهق في ايه رامي ابن عمكم راكب معاه ركبته سوق للعربيه ماشي على 20 وماشي كانه راكب نمله خايف يدوس بنزين ايه يالا ده ما تملكش دعوه بيه يدوس بنزين وفرتك فلوس 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 ده خلاص عز خلاص فرفشه معرفش انا والله العظيم متعنطزين على ايه ولاد عمكم دول مع ان الفلوس فلوس ابوهم مش بتاعتهم كلاب بعد كده معامله زبالين ايوه يشوفوهم في حته بالجزمه على دماغهم عز افتر يا بيت ماشي افتر والبسي كل ريش النعام اللي في الدنيا يلا يلا ظلمت كتير وشفت قسوة كتير
أنا اتظلمت يا ناس كتير وشفت أسوأ، محدش يقول لي معلش وسامع. لا 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 لا، ولا حد يفكرني بالماضي اللي راح. ده أنا اتنفخت كتير وشفت أسوأ كتير. ما خلاص يا عم عسل الأسمر، ما خلاص اغسل الحاجات المقرفة اللي كنت بشم ريحتها. الله يقرفكوا ريحة غسلكوا نيلة. اغسل يا عبد يا أسود الوجه. كلكم وهدومك انت كوم. اتاريك ما بتدخلش الحمام. ما انا خلاص بقى خلت المشكلة دي بالنسبة معاك انت. انت بعد كده يا نتنياهو يا معفن. بقول لكم ايه؟ عمنا عايزنا، ما تيجوا نشوفه. نروح له عمنا، بس نروح له بقى ايه؟ ايه؟ بالطريقة الجديدة. كده اهو، يا كله معايا. يلا، نروح لعمنا كده. ايوه كله فوق، غنى عز عز. يا ابني كتفنا هياخدنا ويطير. عز يا ولا يهمك، يطير نجيب واحد تاني. الله ونعم الوكيل. لا. انا تعبت. بص ملبسني ايه؟ مش قادر. طب في بيمرمطني. بلم الدود بالارض. حرام والله بيعملوا فينا بلاوي، انا مش فاهمه ايه البلاوي دي كلها. خلاص يا جماعه خلاص، هاني كلها كام يوم ونرجع ناخد فلوسنا تاني. استحملوا ايه ده، قاعدين بيصرفوا الفلوس وقاصدين يا اخي. لسه في شويه، لسه فاضل اسبوعين وانا مش هقدر استحمل الاسبوعين دول الصراحه. اسبوعين يا حلوه يا بوسي يا كتكوته، انت ما تعرفيش اللي فيها. فيها ايه؟ فيها ايه اكتر من كده؟ جوزك ياسر مال مبعتر الفلوس على النسوان. يعني ايه مبعتر الفلوس على النسوان؟ انا مصوره لك اهو. مصوره؟ بس مفيش حاجه باينه في الصوره. لا ده فيديو. فيديو؟ فيديو اهو. بص ايوه، ما هو لوحده اهو، مفيش حد معاه. طب علي الصوت. طيب هشتغل. خلاص اهو. بدي النيله. بصوا يا جماعه، احنا لازم نفهم الحرام اللي احنا بنعمله ده. قولوا لله اكل الحرام يخاف. لا قول له انت، انا مش فايز. ما تقرفناش في حياتنا. اقول لك ما تقولوش حاجه، خد انت شيش حجر دماغ. حجر ايه يا عم؟ انت جايب لي لي من غير شيشه يا عم؟ انت مسطول، ما الحجر اهو حاسب هيولعنا. شد 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 شد. ايه رايك؟ ايه ده، انا جيت اشتغل واشتغلني وطلع دخان. يا جدعان انتوا القعده دي مش هتنفع، القعده دي لازم نطريها بنسوان. انا جايب لكم نسوان، خشوا يا نسوان اتفرجوا بقى على النسوان اللي جايه. بصوا ايه ده حبيبتنا، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. وانت كمان والله. والبرتيتا وحشتني جدا. والله البرتيتا هي اللي وحشاك. بس انا زعلانه منك. ليه؟ المره اللي فاتت قعدت تشربني في حاجات كده ما عملتليش دماغ. انت اللي دماغك تقيله، انا شربتك 3 طن ويسكي و2 طن بيره ونقلتين رمله. يا ولاد انا لو بسكر عمره كان زماني شطبتها. طب بقول لك ايه؟ ليه؟ هات لي اجمد حاجه عندك، حاجه جديده ما اتشربتش قبل كده. خد اشربي ده. وده بيتفتح منين؟ لا ده لو اتفتح يفور. ده تاخديه تلزقيه على دماغك يعمل احلى دماغ. ده هو تلاقيه هنا بلسم بس في الكباريه شقي. سلم على طنط يا حبيبي. ازيك يا حاج؟ حافظ جدول الضرب من غير دروس بجد؟ والله بصي بلسم سمعها يا حبيبي. ها؟ 2 في 2 ب4 و2 في 3 ب6 و2 في 4 ب8 ايه ده؟ ده احنا اللي بنجاوب. زكي الولد زكي ما شاء الله. طب بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عايزه اقول لكم على سر ما قلتهوش لحد قبل كده. قول. انا دخلت السجن. ليه؟ كان في 6 شباب عايزين يسرقوني. وعملت ايه؟ اغتصبتهم. كان منهم واحد اسمر وسنته مكسوره. وحش. كان فيهم واحد قصير وبشعر ما بينطقش. خليتينا انطق. ليه؟ خليتينا انطق. ايه ده؟ هو انتوا؟ ايوه احنا بتوع قضية رأي عام. انا يسرى. وانا لقاء الخميس. وانا اللي رفعت القضية. وانا الرأي العام. ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين؟ ايه مالك كده؟ ايه انتوا سكرتوا ولا ايه؟ ايه الشياكة والحلاوة دي؟ ايه رأيك في اللبس ده؟ جايباه من فرنسا؟ وعلى كده بقى هي دي العود الفرنساوي؟ لا دي الفرن الفرنساوي. والله بعشق قعدتكم. والله واحنا. بس انا عايز احكي لكم على حاجه غريبه. ايه؟ عندي خدامه ما شفتش زيها قبل كده، كل لما اطلب منها حاجه تجيبها وتركع تحت رجلي.
اقول لها يا بنت هاتي قهوه، جيبي القهوه وتركع تحت رجلي، هاتي سحلب تجيبي السحلب وتركع تحت، اي حاجه تركع تحت رجلي. دي جنسيتها ايه؟ هنديه. اه ما الهنود بيعبدوا البقر. الكالي والله عمال افكر. ايوه صح. بص بقى يا ياسر، انا جاي لك بقى عشان المفيد بتاعنا. ايه هو؟ انت امبارح خسرت 25000 جنيه. والله كنت هكسب بس انا خني الحظ. ومين قال لك ان انا عايزاك تكسب؟ ده انا النهارده جايبه لك 100 وعايزاك تخسرهم. عايزين اخسر كل الفلوس؟ اه طبعا يا رجاله. عايزين اخسر كل الفلوس من عينيا الاثنين بس كده. يلا بينا بقى نلعب. يلا بينا. يلا عشان كمان الفيديو الممري مش هيشيل اكتر من كده. احنا لازم نقفل بسرعه. يلا العب. نهار اسود يا سعاد. فلوسي يا لهوي. سعاد خلصت فلوسك. يا لهوي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما خلاص خلاص مبقاش معانا فلوس. يا لهوي يرضيكوا اللي بتعمله. شفت يا رامي؟ شفت سعاد بتعمل ايه؟ لا بس بنت عمكوا وقتت بصراحه، ماسك اربع شباب مسيطره عليهم كلهم. ده في الواد الصغنن ده حطتها. شفت شفت الفيديو دمه خفيف قوي. بالذات ياسر ده كان عسل. يعني عسل ايه؟ انا لازم اكلمه واطربق عليه الدنيا. فلوسها اتقلبت. يلا شوفها عايزه ايه. هي مين؟ الو اختك. شوفها بتعيط. شوفها. ايوه يا استاذ هشام عامل ايه؟ اه انا جوه الفيلا. طيب ماشي. انا ده ايوه انا جوه الفيلا حالا اهو. ايوه ايوه. اه انا في الصاله في عمود اسود طويل. اه تمام ماشي. يلا مستنيك. سلام. ايه ده؟ تصدق انا ما شفتش المنظر ده من ايام فوازين نيلي. انت مين يا عم؟ انا المعلم ملواني تاجر الكوكايين. وملك فخور قوي كده زي ما تكون مدير بنك يعني. اكدب يعني؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، استاذ هشام كان باعت يجيب شويه كوكايين. كوكايين؟ اه ده كوكايين هايل. ممكن تجرب؟ ببلاش. ببلاش. اجرب. اتفضل. ايه ده؟ ده نيدو. نيدو ايه يا؟ انا اسف. بتشممني يا مبودره يالا. الشنطه دي كلها كوكايين. امال ايه النيدو ده؟ اعتبره مكمل غذائي ما فيهاش حاجه. انت جاي تغذيني هنا يالا؟ انا اسف. ادي بس الشنطه دي لاستاذ هشام، هي فيها كل الكوكايين. الله. وانا ادي له كوكايين وانا اخد ايه؟ هتاخد زنوب. طب بص بقى، انا عايز اسالك سؤال مهم. قال هشام حاسبك على المخدرات دي؟ يا ده راجل عسل. الحاجه ام 5000 جنيه بيديني فيها 25000 جنيه. شكله واحد على واحد واقع على واحد. مقطف مقطف. شكله واقع على واحد دهوف. الا ما قلتليش انت مين. انا الدهوف. انا العقيد محمد حسام حلمي من مباحث المسطحات المائيه والكوكايين. والله ده 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 اخرس يا كلب. ده نيدو. امشي من هنا دلوقتي حالا، ولو هشام كلمك لمده 3 اسابيع ما تردش. لا يا باشا والله ده امشي. نيدو يا باشا والله نيدو. بيجيب مخدرات بفلوس. صرف فلوسك انت كمان يا ابني. اعملوا زي ركزوا معاهم. انا بركز مع توفيق، ما بيصرفش حاجه خالص. طب وبعدين؟ انت اقل حاجه اتقال عليك ان انت راجل مقطف. يا راجل يا جربل. ايه ده؟ انت مستني حد؟ انا مش مستني حد. انت متنيل؟ لا مش متنيل. انا خلاص مش مستني حد. شوف بقى مين. توفي توفي يا توفي. توفي فين توفي؟ توفيق مين؟ مش نتعرف الاول. توفي حبيبي. لا. انا سوسو. سوسو اهلا. ازيك يا سوسو؟ هاي. عامله ايه؟ نتعرف تمام. اكتر. انا ما اتعرفتش. اتفضل روح خلي اخويا يتعرف. هاي. ازيك؟ لا بس لا انا طالب كراميل. انا الدلع. خد. ايه ده ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ انت عايزه مين؟ انا عاوزه توفي حبيبي. مين توفي ده؟ توفي. توفيق بيه المليونير. توفيق بيه المليونير؟ ايوه انا الجيرل فريند بتاعته. الحق الحق. دي الجيرل فريند بتاع توفيق المعفن ده. ريحته نتنة. شات اب شات اب. انت ازاي بتقول على توفي حبيبي كده؟ ده انا الليفل ده ما وصلتلوش. توفيق المعفن يعرف دي؟ قلت لك شات اب ما تقولش عليه كده. توفي ده جميل، انا بحبه بحبه وبموت فيه. ايوه بتحب فيه ايه؟ بحب فيه كل حاجة كل حاجة. بحب شعره الكنيش. لا ده اكرت مش كنيش. شعره اكرت باين جدا. ده ستايلش جدا. انت مش عارف حاجة. انت ايه اللي عاجبك تاني فيه؟ كل حاجة قلت لك. بحب 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 مشيته الجميلة. والله شوف بيمشي ازاي؟ بيمشي كده مشيته كلها فخامة. بتحب ايه في مشيته يعني؟ مشيته كلها فخامة وشموخ. كل صحباتي بيحسدوني عليه. الشموخ في كده؟ ايه الشموخ في كده؟
ما تجننيش. بحب ريحته، شفت ريحته جميله وجذابه. اقسم بالله ريحته معفنه. انا بغسل هدومه بايدي والله. انت ازاي تقولوا على طوفي كده؟ بحب صوابع رجلي الحلزونيه الجميله دي. ما هي دي اللي بتطلع الريحه، الحلزونيه الجميله دي هي اللي بتنطن البيت. اقرف، ما تقولش على طوفي كده. هو فين؟ انا عاوز ده. انت جايه ليه طيب؟ فهمينا. هو قال لي اجي هنا النهارده علشان هو محضر لي مفاجاه كبيره قوي. ايوه، توفيق ده عامل لك ايه مفاجاه؟ اصل هو اول امبارح جاب لي عقد الماس بس ما عجبنيش. عقد الماس؟ اه، توفيق جاب لها عقد الماس بفلوسي. بكام؟ وما عجبكيش ليه؟ علشان كان ذوقه بلدي قوي. ذوقه بلدي؟ وبكام بقى؟ بمئتين ألف جنيه بس. ما تقوم تطمن على فلوسك. جاب لها عقد بمئتين ألف جنيه. مش مشكلة، مش مشكلة، لسه ده 10 مليون، لسه في فلوس تانية. ماشي عدي. بس هو قال لي أعدي عليه النهاردة علشان واضح إن هو عامل لي مفاجأة كبيرة قوي. إيه المفاجأة؟ شكله هيجيب لي الفيلا اللي في أكتوبر اللي كانت عجباني. هيجيب لك فيلا في أكتوبر توفيق؟ آه. ليه؟ دي فلوسي. فلوسك إيه؟ دي بكام الفيلا دي؟ بخمسة مليون بس. يا نهار أسود، نص الثروة طارت في جملة. جملة نص الثروة بتاعت. هيجيب لك حاجة تاني ولا يموت هو ويمشي؟ ممكن يكون هيجيب لي المرسيدس الجديدة. أنا كده ثروتي بقت 30 قرش. أنا ضيعت يا رامي. هو فين بقى توفي؟ وهيجيب لك إيه كمان؟ هي ممكن يكون هيجيب لي الاتنين مع بعض. هو قال لي إن هو محضر لي مفاجأة كبيرة قوي. توفي دخل على ثروته. خلصني ودخل عليك. بص بقى، أنا عندي حل. إيه؟ البت دي إحنا ناخدها نخفيها نتويها لحد ما الأسبوعين يعدوا. بعد كده تظهر بقى. انت ما تظهرش مش مشكله عشان ما تشوفش الفلوس كلها. غورها من وشك. انا بقى بتكلم. هو فين توفيق؟ توفيق الناحيه دي وفي الناحيه، في هنا توفيق عبد حميد وهنا توفيق الدقن. تختاري ايه؟ انا عاوزه توفيق المليونير. يلا نروح هناك اهو. يلا. توفيق خلص فلوسي. توفيق النت اللي خلص فلوسي يا حقير. بتصرف فلوس يا توفيق؟ يلا يا حاقد يا فلبيني. تصرف فلوسك على النسوان يا توفيق؟ انا ما بصرفش فلوسك على النسوان. ما تصرفش فلوسك على النسوان؟ اه، في ايه؟ ولا ولا ايه؟ خدام. ولا خدام. شفت انا شفت النسوان بيت. انا باخد منهم فلوس، مش بصرف عليهم فلوسي. وانا بصرف عليهم فلوسي؟ دي فلوسك. نهار اسود يا توفيق. والله كلها فلوسك، ولا شيلن من جيبي بطلعها لك. يا توفيق بتصرف فلوسي؟ حرام عليك يا توفيق. ولا فين البت الاموره مشعر اصفر وعينين خضراء اللي كانت موجوده من شويه؟ هنا راحت فين؟ يلعن ابو الفلوس كلها. علقتها ازاي؟ ده انا جايب لها عقده الماس ذوقه بلدي ما حصلش، وعربيه مرشميديس في 7 اكتوبر، ولا الفيلا الصفراء. والله العظيم من اغنغه يا حاقد يا غلاوي. حاقد دي فلوس انا يا توفيق، مش فلوسك. ما تزادش فلوس يا توفيق. انت نتم مكانك الارض، تلحس البلاط وتسكت يا زول. زول بعد كده. يلا انزل الحق. مش لازم انزل. مش لازم احرق الفلوس اهو، والمصحف هولع فيها. اعمل ايه يا اخويا؟ امسح الارض. حاضر يا اخويا. اكنس الارض. بتذنب ده عمك يا توفيق. ان شاء الله الدنيا هتضلم عليك في الاخر. مع السلامه يا ايراني. مع السلامه يا مصري. مع السلامه يا دوله. في ريحه منتنه هنا. اه، في ريحه في الحته دي بس هنا مفيش ريحه. لا لا، هنا هنا في الحته دي كده. هو انت يا جدعان يا جدعان، سيبوني نام لما عدى الشهر. صحوني. ما الشهر عدى خلاص. شهر عدى؟ اه. طب صحوني اصلي الجمعه. دي 3 جمعه بقى كافر. انا لازم انسى. انت بتعمل ايه يا عم؟ لازم انسى. شهر عدى نايم فيه. ايوه. طب العمله لسه هي هي؟ ايه العمله؟ الجنيه. ايه الجنيه ده؟ يا نهار اسود يا ابني. ما تخافش، ما فيش حاجه. الشهر عدى وخلاص، ما تقلقش. عايزك تتبسط. والفلوس؟ ولاد عمك صرفوه. يا نهار اسود. وزلونا احنا، تعبنا طول الشهر ده يا احمد. يا نهار اسود. ها اهو. ايه الاخبار؟ اخباركوا ايه؟ صرفوا الفلوس. اخبارنا ايه؟ الشهر صرفوا فلوسنا. صرفوا الفلوس. طب كويس. انتوا عايزين حاجه؟ عايزين حاجه ايه؟ قول لبابا انه يبقى فرحان ومبسوط دلوقتي ان احنا فلسنا، واولاد عمنا صرفوا الفلوس على الخمره والستات والبوظان. متهيألي نفس الحاجات اللي انتوا كنتوا بتصرفوا فيها الفلوس برضو، مش كده؟ بس احنا تبنا بقى خلاص. عموما ابوكوا عمل كده مخصوص عشان يعلمكوا معنى الخلطه السريه. خلطة
خلطه سريه ايه؟ يضيع كل فلوسنا ويعلمنا خلطه سريه؟ مفيش مليم ضاع، فلوسكوا كلها زي ما هي. ايه؟ ازاي؟ بجد؟ ولاد عمكوا طلعوا جدعان واتفقوا مع ابوكوا يعلمكوا في الشهر ده تبقوا رجاله. الحمد لله. تقدروا تعتمدوا على نفسكوا يا كلاب. ايه ده؟ طب ايه هي الخلطه السريه دي؟ الخلطه السريه اللي هي بين الغني والفقير. الغني لازم يحس بالفقير، والفقير لازم يعرف يتعامل ازاي مع الغني من غير ما يحقد عليه. هي دي بقى الخلطة السرية. خدتي كل الأدوية، مفيش دواء نفع فيا، وقالوا لي دواك يا عبدو ما خدناهوش في الكلية. خدتي كل الأدوية، خدتي كل الأدوية، خدتي كل الأدوية. تحية الرئيس مجلس الوزراء، أنا بعشق الراجل ده ما شاء الله، بيجي الوزارة زيه زي الصورة كده ما بيعملش حاجة، وجوده زي عدمه. خدتي كل الأدوية. أيوة محمد، أيوة محمد، امنع التظاهرات يا محمد. أي واحد أمه اتطلقت هيتظاهر؟ مصر مش ملطشة يا محمد. في إيه يا عم؟ في إيه؟ ما تسيب يا عم اللي عايز يزار يزار، اللي مش عايز يزار يشال عنه مزار. عبده، أنت بتتكلم في السياسة ليه؟ أنا آسف يا باشا. أنا مش باشا. أنا آسف يا لواء. أنا مش لواء. أنا آسف يا عميل. أنا مش عميل. أنا آسف يا اسطى. أعمل لك إيه؟ إيه اللي يرضيك طيب؟ نظفت. أقطع شعري عشان تبسط طيب ولا لا؟ وده شعر برضه يا عبده؟ نظفت. نظفت يابا. طب روح نظف الحمام، عشان المرة اللي فاتت كان في ورقة تواليت مرمي في قلب القعدة. ما أنا اللي رميه. أنا مش عارف ليه رئيس مجلس الوزراء متمسك بيك. يمكن عشان خاربها. يا ابني رئيس مجلس الوزراء والوزارة والوزراء وكله جاي دلوقتي في اجتماع مهم. ولا مهم ولا نيلة ولا بتعملوا حاجة. خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم كلكم. أقول لك إيه؟ ما أنت اللي في وشي. أقول لك حاجة؟ قول. خدتي كل الأدوية. ايوه يا محمد، ايوه يا محمد، دخل وزير الزراعه يا محمد. وزير الزراعه اهو، خليه يدخل. خش يا ابني. انا وزير والله العظيم، وزير وعهد الله وزير. والنبي يا باشا كلمهم على البوابه اقول لهم اني وزير، عشان كل يوم وانا داخل يقولوا لي الجنينه من ورا. معلش برضه مع الوزير اعذرهم، هموت واعرف مش ميتين عين ليه اني وزير. معلش يا معالي الباشا، حضرتك يعني برضو الا الباشا ظابط. اه ظابط. طب والنبي كنت عايز منك خدمه. اتفضل. عندي الواد ابن اخويا سحب رخصه الجرار بتاعه، قال ايه؟ كان مفيم الازاز. قلت لك مليون مره يا معالي الوزير انا مش ظابط في المرور. امال انت ظابط في ايه؟ ظابط هنا في الوزاره. ايوه صح، هنا الوزاره، وانا رئيس الوزراء اختارني وزير، مش عارف ليه، مجنون ده ولا ايه حكايته؟ ايوه يا محمد، محمد النهارده في اجتماع مهم يا محمد. اي وزير يجي دخله يا محمد. دخل وزير البترول يا محمد. اتفضل يا معالي الوزير. اسف جدا 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 يا بهوات، بقالي ساعتين في طابور البنزينه مش عارف امون، مفيش ولا نقطه بنزين واحده. والنبي يا معالي الاسطبيليا كنت عايز منك خدمه. بيليا يا فلاليحو، عندنا الاسطوانه اللي في البيت فضيت، فكنا عايزين يعني معاليك تملى لنا اسطوانه. اسطوانه بوتاجاز؟ امال اسطوانه شاهيناز؟ طب قولي قولي تعال. اقول لك ايه؟ بقول لك عايز انبوبه كلها يومين بالظبط يا معالي الوزير، وتطلع الكروت الذكيه تصرف حصتك انت ومراتك والبوتاجاز كمان. طب والكروت الذكيه دي هتفهم النوعيه بتاعتي دي؟ بقول لك كروت ذكيه.
يعني تفهم اي حد على وجه البسيطه. ابسطها لك. عارف القريه الذكيه؟ ده نسك منها. ما هو واضح يا حبيبي، القريه الذكيه دي هي اللي بتطلع الكروت الذكيه. فهمت؟ فهمت ان في قريه ذكيه وكروت ذكيه. انا بحب المزرعه السعيده. والله فلاح فاقد الاهليه والزملكاويه. اي حد عايز يدخل دخله يا محمد. دخل وزير الصحه والكهرباء والرياضه يا محمد. فارق كبير، فارق عظيم، ادي له عمري وبرضه مدير. ابو تريكه، ابو تريكه، اكس برارارا، اكس براراري. اهلا يا معالي وزير الكهرباء. اهلا وسهلا بيك. منور يا معالي وزير الكهرباء. ربنا يخليك يا رب، ده نورك والله. يا فندم قلت لك مليون مره ما تسلمش عليا. اسف جدا، اسف اسف، اصلا انا عندي كهرباء زياده على المخ. هو حضرتك مين؟ انا وزير الزراعه. امال بتاع البانجو يبقى شكله ايه؟ يبقى شكل وزير الرياضه كده. منور يا كابتن كارتيلي. الا بقى الاستاذ يبقى مين؟ انا الدكتور عبد الكريم دوايا، ومش لاقي دوايا. بقى معقوله مش لاقي دواك؟ ومعانا معالي وزير الصحه. اهلا يا معالي وزير. هقوم بسرعه اروح مننا. هتموت في الاجتماع الجاي والله. تعال 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 بسرعه. اسف 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 جدا، اصلا انا عندي كهرباء زياده على المخ. مخ؟ طب احمد ربنا ان عندك مخ. هو حضرتك مين؟ انا وزير الزراعه. وانا وزير الكهرباء، الدكتور عبد الكريم دوايا، ومش لاقي دوايا. ده حافظ مش فاهم. قال ايه صوت المكنة ده يا باشا؟ ده معالي وزيرة البيئة وصلت. البيئة نظيفة. الله الله. والجو نظيف. وزيرة البيئة. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف. شكرا يا عبدو. سلام يا أمو. سلام. ازيكم يا وزر، عاملين ايه؟ ازيك يا عنبة؟ اهلا 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 وزير الرياضة اللي واكسنا ومرجعنا لورا. ما تحترمي نفسك يا ست انت، انا مش عارف عينكم وزير البيئة ازاي؟ زي السكر في الشاي. ويجون ويجون ويجون. يلا يا بتاعة البيئة. يلا يا بتاع خانة، اجيب لك مونتيري؟ والنبي اجيبهولك. ليه؟ اهلا اهلا وزير الزراعة. اهلا يا كيداف. انا عايز اعرف حاجة، مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج؟ مين؟ تلاقيها وزيرة البيئة. انتي احترم نفسك، ده انا واقفة جنبك حتى. انا بيئة بس نظيفة قوي، ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون ثلاثة. بدل السيفون ثلاثة ليه؟ نافورة. وإيه الحق يا ولية؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم. ربنا العالم. ثانية واحدة يا جماعة، معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا. يا جماعة، أهم حاجة النظافة، ها؟ تغسلوا إيديكوا قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم. ما نقطعها أحسن يابا. إيه دي؟ نقطع لك إيدينا أحسن يابا. ما تنهدش معايا عبده تعبان. مش قادر يقول لك 5 مرات الصبح و10 مرات دي تبوش. معلش يا عبدو معلش. طب ايوه يا اخوانا، عيب عيب ايه اللي نضافه ونغسل ايدينا؟ عيب، ده احنا وزراء. ايوه. قال ايه السيفون دي؟ انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه الثانيه يبقى سيفون. وزيرة البيئه هي اللي ما شدتش السيفون. احترم نفسك، انا مش عايز ارد عليك. مش احترم نفسي، اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الزلط. ايه ده ماله ده؟ ما تعرفيش ما يصحش كده معالي الوزير، رئيس الوزراء داخل معالي الوزير. بجد يا حضرة البجباشي، يعني انت مش عامل لي مفاجأة؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم تلاتة أكبر عيب اللي بيحصل ده. لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب. وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس. عبدو. إيه ده يا حبيبي؟ عبدو. إيه يا ابني؟ انت ليه معادك هنا؟ ما انا بمدلكوا على بتمدي عليا. انت عايز ترفدني يا عبدو؟ عشان نخلص يا ابني. رئيس الوزراء جاي، اتفضل امشي يا عبدو. بنفسه بنفسه يا عبدو امشي. خش يابا والنبي جنبك يابا. يلا 4 ورا يا اسطى، اطلع انت يلا خلاص. اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. اهلا 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 اهلا.
صباح الخير. صباح النور عالبا النور، يسعد صباحك هنا وسرور لما يزقزق العصفور. سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي 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 سوي. فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري، ما عندك غير جناحين شمري غير انا. انت يا زف استنى يابا. بولا 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 انت يا نيلة. في ايه يا عم؟ بولا بولا عبدو. حصل ايه يا عبدو؟ جرى ايه يا عبدو؟ حصل ايه يا عبدو؟ جرى ايه يا عم؟ خلاص يا عبدو اطلع بره واعمل لي قهوة. بقول لك ايه، ما بلاش القهوة. ليه؟ لحسن مدرة للبول. اطلع بره يا عبدو واسمع الكلام بعد اذن حضرتك. طب ما تجيب بوسه مشبك. اطلع بره يا عبدو. ده انا بحبك والله يا عم والمصحف بحبك. طب اطلع. بقول لك ايه، ما تجيب الجلوكوز ده لفه. اطلع بره بره. خدت كل الادويه. انا جميعكم النهارده يا ساده عشان نتناقش في كل المشاكل اللي موجوده في البلد. باذن الله يا باشا مفيش مشكله ولا حاجه. ليه؟ لان كل عقده وليها حلال. يعني عندك مثلا السنه دي الدودي كلت القط، واحنا عملنا ايه؟ بعنا الدودي. السنه الجايه بقى باذن الله نزرع الارض كلها دود، فتطلع القطنه تاكل ايه؟ فنبيع القطن. سؤال الحلقه، هل الدودي هي الزمير؟ لو عرفت الاجابه ابعت على صبه جمهوريه 712. ارضك بتنده. تعالى ما حد غيري يفيدك. طلباتك يا ريس. اصلا انا عرفت الاجابه. طب ايه هي؟ احنا نجيب الزمر من المحطين ده. ايه؟ راح الفرح وجه. اقعد مكانك. لم نفسك. في وزير محترم يقول زمر؟ ويا ترى مشكله الكهرباء ايه؟ حضرتك مفيش مشكله في الكهرباء ولا حاجه، بل بالعكس احنا اكتر وزاره بنعمل لمصلحه الشعب. ازاي؟ والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي ايه؟ احنا بنقطع الكهرباء عن عمد، لاننا بنعمل لاخره الشعب مش لدنيته. ازاي بقى؟ لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه؟ انا بقول استغفر الله العظيم من كل الله من كل الله. يعني بتذكر الله، يعني بتاخد حسنات، يعني بنساعدك في دخول الجنه. ايوه بس في ناس تانيه لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا. دول برضو بنعمل لاخرته. ازاي بقى؟ لاننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله. اللهم قوي ايمان. الله يبارك لك. ربنا ياخدك. الله يخليك. ومشكلة الرياضة ايه؟ المشكلة ما عليك في الجمهور. أه؟ الجمهور لما بيجي بيرمي شماريخ على اللعيبة، فالنجيلة بتتحرق، فاحنا ممكن نشيل النجيلة ونحط مكانها مية، فالشماريخ تنزل في المية تعمل تش. والسمكة يعني فش، وأنا بالألماني يعني إيش، والحياة بقت مش. أكمل ولا هش؟ لا هش. هش. ومشكلة البترول ايه؟ أنا أقول لك يا معالي رئيس الوزراء. تعالى. اتفضل. بص يا معالي رئيس الوزراء، كل مواطن بيمون العربيه بتاعته يمون معاها كمان جيركن، بحيث لو العربيه فضيت يبقى الجيركن موجود. طب ولو الجيركن فضي كده العربيه تركن، وكده لو طبقنا سياسه اديك في الجيركن تركن.